جبته لنفسك يا روح حبك انت وهو. انا بقى هعرفك ازاي؟ ما تردش. السلام عليكم. اهلا يا فندم. ايه الحكايه يا حضره الظابط؟ صوتك جاي من اخر الشارع، واضح ان العيال دي منرفزينك على الاخر. اعترفوا يا باشا. خدهم بره. اصبروا قدامي انت اهو، ما تلطش فيهم. رمضان! تمام يا فندم. غير تلطيش. تمام يا فندم. يا باشا دي عيال بلطجيه ولا لازم اتعامل معاهم بالشكل ده؟ ده حضرتك النقيب. انت متجوز مش كده؟ وايه علاقه ده بشغلنا يا فندم؟ يا ترى خلفت ولا لسه؟ انا مش فاهم سعادتك تقصد ايه. انا اصلا قريت قبل كده عن علاقه العنف والتوتر العصبي بالحاله الانجابيه للراجل. انا متاكد انك لما بتروح بيتك تتعامل مع اسرتك ومع المدام بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه هنا في الشغل. يا فندم سعادتك كده تتدخل في حياتي وده ما ينفعش. اسمع وانت ساكت يا حضره الضابط. واضح انك انت فاهم شغلك بطريقه خطا، تتعامل مع الناس غلط. وانا قبل ما ارفع تقرير عن ادائك المهني بصفتي رئيسك للوزاره حبيت ان انا اقعد معاك واتكلم معاك بصورة ودية. احنا هنا يا حضرة الضابط ما احناش في ادارة مكافحة المخدرات بنتعامل مع مهربين وبلطجية. احنا هنا في اسم بوليس بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قرايبك وقرايبي، ناس عاديين 90% منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيا وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم. ما ينفعش بقى ان احنا نقعد نلطش فيهم ها ونزعق لهم على الفاضي والمليان. يا فندم دول حبتين انا بعملهم كده عشان انجز. والحبتين دول يدوك الحق انك تلطش في الخلق؟ ها انا عايز اسالك، احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه؟ اشتغل محامي. تمام، لاننا في الاساس رجال قانون وانت جواك كده شويه افكار مقتنع بيهم ان هم صح، وانا بقولك ان ده غلط وهيضرك في بدايه مشوارك وانت اللي هتدفع الثمن. ده انت راجل من عصبيتك ما اديتليش التحيه وانا داخل. انا اسف يا فندم. اقعد يا عاصم، انا مش بتمنظر عليك ولا عايز اقدرك، لكن اللي انت بتعمله ده غلط وخد بالك انت اللي هتدفع الثمن، جسمك هيتصاب بكل الامراض. اوعدك يا فندم ان افكر في الكلام ده. وانا متاكد انك ظابط كفء وانك هتطبق القانون من النهارده كراجل قانون مش كشرطي متسلط. فهمت سعادتك. شوف يا عاصم، اسهل حاجه ان احنا نقدر نعذب الناس لغايه ما يعترفوا، والاعتراف سيد الادله زي ما انت عارف، لكن الضابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابه مستوفي للشروط القانونيه. تشرب ينسون معايا؟ تعال نشرب ينسون عشان تهدي اعصابك ونبعت نجيب الناس دي نستجوبها بهداوة بالقانون اللي تشوفه سعادتك. يا ليلة سودة يا بنت المجنونة، عايزة تخلفي ازاي يا بنتي واحنا في الوضع ده؟ طب اعمليها بس كده وانا ادفنك هنا في قلب الشقة. خلاص يا راجل يا شملول اتجوزني. الله، امال احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو، هموت واخلف قبل ما اقطع برضو. خلاص روح اتقدم لي. اعمل فيك ايه بقى؟ اخنوقك كمان؟ اخنوقك عشان اخلص منك؟ الغيره قاتله. موتي موتي عشان اخلص من زنك. هقول لك حاجه بذمتك ودينك، لو رحت اتجوزت واحده هتلاقي احلى مني؟ هلاقي ايه؟ طب هتعيا هتلاقي واحده تنغنيشك وتغلس عليك زيي؟ لا. طب هتلاقي واحده تطلع تدلعك وتعلي مزاجك زيي؟ في دي بقى انت عامله الصح وزياده. اتصل. آه
انا قايم. ايه ده تعالى، رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها. لا استنى، عايزك في موضوع مهم. عايزه ايه يا ستي؟ خد عد لي الحاجات دي لغايه لما اروح كوبايتين عصير واجي. بنت المجنون، ايه ده؟ الفلوس دي مسروقه ولا ايه؟ يا بنت سبع ولا ضبع؟ ملص مني يا معلم. ملص منك؟ ملص منك في انهي حته يالا؟ ما تنطق يالا، ولا انت بتعرفش تتكلم الا لما قنديلي رفعك بالمسدس عشان تخبص عليا. هو قال لك ايه بس يا معلم؟ المعلم قال مين ده اللي قال لي يالا؟ انا بتهيالي ان الواد زيزو اداك قرشين فمش عارف تنطق. اطلع الطبنجه وافرغها فيك عشان ترتاح؟ يا معلم ورزي على الله. بس والله العظيم، والله العظيم يا معلم ما كان يخطر في بالي ولا يخطر في بال اي بني ادم في الدنيا الموضوع ده. في يالا طلع تاجر مخدرات؟ يا ريت يا معلم، يا ريت. هقول لك على كل حاجه يا معلم، سيبوا النبي وحياه ابنك عاصم يا باشا. ما تزعل مني في اللي هقوله يا معلم، وحياه ربنا. ما تقول يا قد وقعت قلبي. زيزو يا معلم دلوقتي مع الست سلام، مش عايز جوزها بهلول. داخل انت بقى عليا بالقرشينات فاكراني هتخض؟ ولا ياكش تكوني فاكره فلوسك دي فلوس يا بت ولا انا محتاجهم؟ ماشي يا اخويا، ماشي يا عم المستغني. طب ورحمه امي ما هم راجعين. يا بت انا اصلا شاكك في الفلوس دي، وانت بصراحه ربنا مش عارفه تفهمين الفلوس دي مسروقه من ابوكي ولا جايباها منين بالظبط. هقول لك يا زيزو عشان اخلص منك، الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن. قولي كده، الفلوس اللي سرقوها من بهلول ودخل بيهم السجن؟ ماشي. اللي ماشي ما بتشتغلش في فلوس مسروقه يعني؟ حد الله لا والنبي، ليك بس في الحب الحرام. دي حاجه ودي حاجه، ولا عايزه حياتي تبقى كلها شمال؟ طب هقول لك على حاجه، خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياه. يا زيزو نفسي يكون ليا حته قد كده جواك. يا بنت ده انت الحته كلها. لا والنبي صحيح. او ربنا يا نهار اسود، ده انت الحب والمب والاسد والدب. ايوه كده، دول معايا بقى. وسيبني يا زيزو اتدحلب كده لغايه لما عسكر جواك، غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعصلج معايا. مين ده اللي يعقر ويعصلج؟ لا انا في الحاجات دي بقى مطيع طاعة عمياء. شرفي يا ابن الكلب. يا نهار اسود، ابويا والنبي لا، ارمي المسدس ما تغطيش نفسك في ده، ده جوزي. انتوا بتضحكوا عليا ولا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها يا معلم. جوزها ازاي وهي متجوزه يا ابن المجنونه؟ ما تجيب الورقه يا بنت. ورقه ايه اللي هتجيبها؟ انتوا هتجننوني. اتطلقت يابا، والله العظيم اتطلقت، رفعت عليه قضيه واتطلقت للضرر وطلعني من السجن. اخرسي خالص. اسمع بقى يا معلم، ما تفتكرش ان انا خايف من الطبنجه اللي في ايديك. بنتك مراتي، انا ما عملتش حاجه غلط. لو خلصت علينا مش هستفيد حاجه، رجعتك هتبقى بجلاجل. رجعتين دول اصل، وعندي منهم صور كتير قوي ممكن يغرقوا شارع عبد العزيز كله. وبعدين يعني يقولك لو واحده من دول راحت لابنك الباشا ظابط هيتجوزني شرعي. يابا والله العظيم هيتجوزني شرعي. انت خرسي خرسي، عرفت توطي راسي قدام الكلب ده؟ عرفت تلتقي بالبيت بره؟ اطلع بره. سامحني يا بلش. قولي لامك لو طالب مالك يابا. طالب ثلاثة. أبويا أبويا ما تتكلمي يا سلام، وقع من طوله فين وبسبب ايه؟ مش لما يقوم بالسلامة الأول وبعدين نبقى نسأله. وانت صوتك بس يا حماتي، الله احنا في مستشفى ما ينفعش نعمله إزعاج كده، ياما بقى نطلع كلنا بره. رد عليا، رد عليا، ده احنا ملناش حد غيرك، احنا ولا نسوى. الدكاترة قالوا ايه؟ قالوا سكره عالي فجأة وادوله الأدوية اللازمة، وإن شاء الله هيبقى كويس يا رب. بلغتي جوزك ولا لسه؟ معرفش بلغته، بس هو في مأمورية وسبت له خبر. أبا
رد عليا يابا. ابا سيبي بقى في اللي هو فيه، مش عايزين مناحه. اياك بس ما تكونيش السبب انت وامي. ده وقت الكلام ده دلوقتي يا كريمه؟ والنبي هدو بس، تعالي معايا سناء بره. والنبي تعالي. كده يا زيزو سيبني كل ده لوحدي؟ ابويا جوه بيموت، اوعى تعملها فيا وتسيبني. مش وقت يا سناء، انا دفعت مصاريف المستشفى، ولو عوزت اي حاجه ابعتيلي. يلا خليكي جنب ابوك. زيزو هتتجوزني؟ قلتلك خليكي جنب ابوكي. يلا اللي بينك وبين سناء خلى الحاج الشرشبي يقع من طوله ويجي على المستشفى. تعالي الموضوع ده ما يخصكيش، انا جيت اعمل واجب وخلاص. لسه بعرفك من عينيك يا زيزو، بعرفك لما تتوه وما تلاقيش حاجه مقنعه تقولها. اهي التوهه اللي بتتكلمي عنها دي لك نصيب كبير قوي فيها. لما تروحي بيتك بصي في مرايتك هناك في شقه عاصم، واسالي نفسك ازاي القلب اللي داق طعم الحب ممكن يتأجر مفروش لأول واحد ممكن يدفع، حتى لو كان من غير خلوه. لبنى الواد ده كان بيعمل ايه هنا؟ جه دفع مصاريف المستشفى. ابويا فين دلوقتي؟ اهدى بس كده، بابا كويس هناك. مش هنا يا عاصم، الاوضه التانيه. يابا الحمد لله على سلامتك يابا. تعيش يا دنايا ويخليكوا لبعض. هو بألف خير وان شاء الله شويه كده وهيروح معانا. يابا الحمد لله على سلامتك. شده وتزول يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا حاج. انا فين؟ شرشابي انا فين؟ انت في المستشفى بس انت كويس، ما تقلقش. المستشفى؟ المستشفى ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا حاج. قول لي مش جعان؟ مش عايز تاكل ولا اي حاجه؟ خليهم يروحوا، خليك انت قاعد معايا انا عاوزك. يلا يلا يا جماعه كله يروح، انا قاعد مع الحاج. يلا انا هقعد معاك. يلا قلت كله يروح. يلا يا لبنى يلا. سلامتك الف سلامه يابا. زيزو جه المستشفى ودفع الحساب. شكرا يا حبيبتي. ايوه يلا يلا روحوا بقى. يلا بينا. هعمل لك فرخه شمرت واجي لك اول الصبح ما يطلع، وهاكلها لك بايدي. شرشاب انا مش جاي لي قلب، اسيبك هنا لوحدك واروح. وبعدين قلت لكم سيبوني بقى. خلاص خلوا يستريح. يلا يلا يا ام يلا سيبوه يستريح. يلا يا بنتي يلا. يا بطل عجزت ولا ايه؟ طول ما انت بخير انا بخير. قول لي يا حاج، قول لي يا حاج لو حد ضايقك في الشارع انا محي من على وش الدنيا. ابني شارع عبد العزيز زي ما فيه ناس اسره وكويسين، فيه فران برضو ناس وحشه قوي كده. بقى يا حاج يبقى في حد ضايقك؟ انا لسه شايف الواد عبد العزيز هنا. قول لي لو ليه دخل باي حاجه ما تخبيش عليها يا حاج. لا 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 خالص، ده حتى طلب مني طلب كده وانا لسه ما ردتش عليه. طلب ايه يا حاج؟ طلب
طلب ايد اختك. ازاي يا حاج؟ ازاي يا حاج العيال الزباله دي تتجرأ وتعمل كده يا حاج؟ هو بقى كويس دلوقتي وبقى مقرش يعني. فلوس ايه يا حاج؟ فلوس ايه يا حاج اللي تغير العيال الواطيه دي يا حاج؟ انت غلطان، انت غلطان لما طلعتش المسدس بتاعك واديته طلقتين في دماغه عشان تفهمه ما يتجرأش على الناس النظيفه. وبعدين يا حاج ازاي يتجوز ولا يطلب ايد بنت متجوزه؟ ما هو ممكن تتطلق. الله، طب لما انت موافق والموضوع جاي على هواك كده يا حاج، ايه اللي وقعك من طولك؟ لا، وانا اصلا كان جاي عشان احط باترين التليفونات عندي بقى، فانا بعد ما اديتهم له جامد قوي هو عيني في عينه وهو موطي وشه في الارض كده، حسيت بتوخه وزغلله. هي كانت جات لي قبل كده مرتين بس ما كانت زي جامده زي المره دي. طب ما تقول لي يا حاج انت متضايق ليه دلوقتي؟ ما تخبيش عليا يا حاج، في حاجه قول لي. تعبان يا ابني، حسيت ان انا كبرت عايز حد يشيلني. دكاترة طمنونا يا حاج وقالوا لنا ان انت بقيت زي الفل. شدة شدة وتزول ان شاء الله. طول ما انت بصحة وعافية يا عاصم، صحة وعافية. ربنا يخليك ليا يا حاج، من غيرك ولا حاجة. كلميني، ردي عليا، ربنا ياخدك عشان اخلص من عارك. ممكن افهم ماشيك على حل شعرك وصلك لايه؟ هي امك اتطلقت بسببك وابوكي هو مرمي في المستشفى وكرامتنا كلنا بقت تحت جزمة الكهربائي مستنيينه يا اختي يرد علينا ويعطف علينا. اللي ما حتى رضي يجي بالكذب يقول لابوك انه عايز يتجوزك عشان يبرد ناره. حرام عليكي، حرام عليكي، منك لله يا بنت بطني، منك لله يا سلام. خلاص يا اما والنبي، عايزاني احذف على نفسي شوية جزمة ولا افرح عشان ترتاح. كنت عملتيها من زمان، كنتي عملتيها من ساعة ما قفشوكي مع الكلب ده، الكلب اللي ربنا ياخده. ما تقفيش ساكتة، ما تعيطيش وشي، قوليلي ردي عليا، ما تسكتيش. هيتجوزني يابا، والله العظيم هيتجوزني، وكتاب الله ما هسيبه غير لما يكتب عليا. يا سناء، لسه يا بنتي عايشة بالأمل، لسه مستنياه يجي يتجوزك. اتجوزك ليه؟ ما خلاص، ما انت عملتي معاه العمايل بتاعت الناس البطاله، الناس ولاد الحرام. عايز يجي يتجوزك ليه؟ ما خلاص خلاص يا سناء. اقول لك روحي يا بنتي، روحي اشحتي، ولا اقول لك اجي انا معاكي اعيط له واطلب له على خدودي عشان يمكن يوافق يكلمني، ولا اللي احسن من ده كله هات ابوك الراجل الكبير الكبارة كبير الحتة كلها يبوس على ايده وعلى رجله عشان يقبل يسطر بنته. عشان يقبل يسطر بنته. انا عايزة افهم، الواد لو كان عايز يجوزك من زمان كان يتجوزك، ما جوزكيش ليه جاي دلوقتي؟ ردش عليا وفهمي. كنت من نفسي من الشباك يا اما واريحكم. بتتهببي الهباب ده معاه امتى وازاي وفين؟ انت بنت ايه؟ انت بنت محدش يقدر عليكي. خلاص محدش قادر عليكي. لا ده انا هقدر عليكي وهجيب رقبتك تحت جزمتي واخلص عليكي. انطقي يا بنت، انطقي وفهمي عملتي كده ليه؟ ليه يا سناء؟ معلش ياما والنبي معلش، خلاص ياما عشان خاطري. يا بنتي انا لو رحمتك ابوكي مش هيرحمك. ليه؟ ابوكي اكيد هيقول لاخوك الصمت وهيجي يضربك رصاصتين ويخلص عليكي، وفضحتنا هتبقى بجلاجل في الحته كلها.
شيخ اياد كفاره محترم. اهلا اهلا ابو الانوار. حبيبي ازيك حبيبي؟ وحشني. وده صحتك؟ فل. تعال اشربك شاي. الله يكرمك. لا والله راحوا جاي ونهار ويلحق الشاشه يا عم. ما فيش شيخ دي بقى خلاص حلقناها. هات شاي كمان اتكل على الله. يلا ماشي. اتفضل يا باشا. حبيبي الله يكرمك. ازي صحتك؟ فل فل الحمد لله رب العالمين. امال فين المعلم زيزو؟ اقصد عبد العزيز بيه ملك المحمول في شارع عبد العزيز ده حالي. لسه مكلمك جاي في السكه. قول لي اخبارك ايه يا عم؟ تمام. بس تعرف ان كل كلمه قالها الواد زيزو ده طلع عنده حقيقه. ازيك يا عمر؟ حبيبي يا عم انت كنت فين من بدري يا عم؟ جيت في وقتك. يعني كنت بصفي المحل بتاعي. يا باشا حبيبي صفي المحل ليه بقى ان شاء الله؟ كفر الشر. لا يعني ما فيش شر ولا حاجه، هو كل اللي حصل بس يعني انا كنت لسه بقول لاياد دلوقتي كل كلامك مظبوط. تصور. طب تعالى بقى كمل لي الحكايه دي. اتفضل 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 يا حبيبي. شفت الجيليه ده؟ حلو زي الفل. من عند العمده ده؟ لازم الواحد ينزه نفسه. قول لي بقى، عارف يا زيزو انت لازم تقوم الصبح كده تخطف لك شوب فخفخينه يظبط معاك. يا عم قول لي بس، انت صفيت محلك ليه؟ اصل انا ناوي اشتغل في المحمول زيك. وربنا؟ طب بركه. عايز بقى قد ايه عشان انا همونك من اول المحل لاخره، حملهولك بضاعه. لا ما شوف لي قلم يا اياد. لا ما هو انا خدت كميه فعلا وبدات. نعم يا اخويا، جبت من بره منين بقى ان شاء الله؟ هو في حد بيشتغل في المحمول غير يا عم انور؟ جرى يا عم زيزو، مش بتسافر بره تجيبه؟ غيرك عمل زيك كده برضو وانا خدت منه. شيخ خير من غير شيخ. ماشي يا عم. هات لي قهوه مظبوطه يا نصر والنبي. دورك دوبل. ها ايه رايك بقى؟ هتقف جنبي ولا ايه؟ ولما انت نويت تشتغل في المحمول يا راجل انت مش تيجي تقول لي؟ ايه يا عم؟ قصرنا معاك قبل كده في ايه يا اخويا؟ وبعدين يعني زي ما تاخد من غيري هتاخد مني، بالعكس ده انا على الاقل هعمل حساب لقمه العيش والعشر اللي بيننا يا اخي. انت زعلت بقى ولا ايه؟ ازعل ليه يا عم؟ انا اتمنى لك كل خير يعني، انت صاحبي برضه. شكلك اتغيرت كده وقفلت. انا قلت يعني ان انت جايب البضاعه دي للمحل بتاعك، وعيب يعني ان انا اسمك فيها واحسسك ان انا باصص لك في لقمه العيش. كلامك حلو يا ابو الانوار. طب يا ريس ما انا بشتري لنفسي وللغير. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين اي حد لو طلب مني مش هتاخر، خصوصا لو كان اخويا وحبيبي انور ابو النور. قول لي بقى يا سيدي، مين ده بقى اللي سافر وجاب المحمول ورحت جبت منه؟ بكري اللي اشتغلنا معاه قبل كده. لا لعيب لعيب. وفرشت ولا لسه؟ تعالى بص بصه وشور عليا. ما انت بقيت خبره يا باشا. سلام سلام. مالك يا صاحبي؟ انت خدت كده ليه؟ شايف الناس محدش عايز يسيبنا في حالنا يا ايه؟ ما ده طبيعي يا عم، كله بيبص على كله. او ماله؟ بس احنا بقى لازم نصحصح شويه عن كده يا ايه. وان الاوان بقى الفكره اللي في دماغي تنزل الملعب. فكرة ايه؟ باترين. البتارين تملى شارع عبد العزيز كله. يا عم احنا واخدين باترينا واحده عند الحاجة قنديل وبندفع لها باكو ونص كل شهر. ما هي جايبه قرش حلو والحمد لله. مية مية. جايبه ولا مش جايبه؟ جايبه. وجايبه كمان رجلنا على المحل بتاعه اكتر من الاول الف مره. خلي بالك يا ايه، احنا لو ما هجبناش على الشارع بالباترين دي حد غيرنا هيلقط. ماشي يا معلم، بس احنا كده محتاجين سيوله تاجر عشان نفرش بضاعه. السيوله موجوده وانا كمان مسافر قريب قوي. قول لي هو المحل ماشي كويس؟ يعني دلوقتي بتبقى الرجل خفيفه، بس بعد الظهر بقى بتخرج الموظفين والطلبه بتوع الجامعه الدنيا بتبقى كويسه. بس بقول لك ايه؟ ما تخشش بصدرك قوي، احنا لسه بنجس السوق. لا 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 لا، انا زعلان منك قوي يا حاج الشرشاني. تخش المستشفى وتقعد اسبوع من غير ما نعرف؟ طب كنت اقعد جنبك يا اخي. بعدين والله العظيم ان انا كنت فاكر انك مسافر تجيب بضاعه من بره. لا الف سلامه يا اخوي. الله يسلمك. الحمد لله ده احنا رحنا ورجعنا بالسلامه وربنا يكرمنا بحق جهنمي. بقول لك ايه، الباترينا بتاعت الواد زيزو عملت رجل للشارع خصوصا بعد التكسير. الحمد لله الرجل تمشي شويه في الشارع. بس انا مش عارف، انا نفسي اطمن عليك يا حاج، انت عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله. شويه تعب وارهاق وبعدين الضغط عالي يعني.
يعني ايه بقى انت بترسم على ايه؟ مش هنروح الخن نشد انفاس ولا ايه؟ ولا خلاص انت سلمت النمر وجبت زيت يعني نحضر المساعدين؟ الله يحظك يا قندير. خلاص بقى المفروض الولاد الجداد بقى هم اللي يبقوا فاهمين ايه اللي هيحصل بقى ونسلمهم الرايد. احنا عملنا اسم لشارع عبد العزيز ومصر كلها بقت بتيجي فيه، بركة فيهم هم بقى. لا 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 ما تقولش كده، احنا هنفضل كبار الشارع. وبعدين ما تنساش لسه بدري قوي، قدامنا مشاوير. مشاويرنا يظهر خلصت يا حاج قندير. انا شايف حاج الواد زيزو والفاترينا موجودة عنده ورا. لا امال ما جابش واحدة هنا ليه زي ما احنا متفقين؟ عارف الواد زيزو ده يا حاج؟ هو ده بقى العيال الجداد اللي انت بتقول عليهم، اللي هو بقى يحط في ايده التراب يبقى ذهب. اه والله زي ما بكلمك كده، يعني الواد ده مرزق بشكل غير عادي يا حاج. كل وقت وله اذان يا حاج. طب يا حاج عن اذنك بقى. ليه ما انت قاعد. الله يكرمك. السلام عليكم. مع السلامة. بقول لك ايه يا عطية؟ تعبين يا حاج. اوعى رقبتي يا حاج. حاج والله العظيم ثلاثة من الود، وانت ما كنتش اطوعك في اللي انت بتقوله ده يا حاج. بس طب اعمل ايه انت اللي طلبت مني يا حاج؟ يعني ايه تأجر حتة في المحل بتاعي؟ انا اول مرة اخويا اسمع الكلام ده. الله، انا مؤجر هنا عند المعلم قنديل فاترينا. ايه وما قالكش ولا ايه؟ والله يا اخويا انا عارف الموضوع، بس لما كنتش اعرفه ان انت مؤجر. اديني قلت لك سر كمان اهو. بقول لك يا زيزو، انت مش عندك محلك جاي تأجر عند الناس ليه يا زيزو؟ بس انا ولا مؤاخذه يعني احب الخير يعم على الجميع. وبعدين شوف محل صاحبك من ساعه ما حطيت الفاترينه وهو ما بيونش زباين. اساله وهو يسمعك العجب. ليه يا اخويا؟ ساحر بقى ولا حاوي؟ لا، السر كله في عفريت العلبه الجديد. ايه؟ المباين المحمول. بقول لك يا زيزو، انا اخويا لا ليا في عفريت العلبه ولا في عفريت الست. انا كفايه عليا يا ابني شغلي بس انا اغطيه. اجري يا عم علام، وانا بقول لك ادفع جنيه؟ ده انا هاخد منك فاترينا هنا ولا فاترينا الناحيه دي ولا الناحيه دي، وهدفع ارضيه اول كل شهر هتقفش فلوس، وكان الله بالسر عليم. يا سلام، وتدفع ايجار عشان كده بس يا زيزو؟ يا سيدي انت وافق بس وارضى، ورزقك على الله. بقول لك يا زيزو، عشان لا اكذب عليك ولا تتعبني معاك، انا كل اللي هوافقك عليه يا زيزو تحط باترينا بره على باب المحل هنا، لكن جوه المحل مستحيل. ماشي، توكلنا على الله. وادي يا سيدي مقدم كمان. ماشي. والله يا زيزو انا بتعجب لك قوي يا عمي. ما احنا سايبين العيال السريحه طول النهار رايحه جايه على الرصيف، عمر حد فينا طلب منهم ايجار؟ يا سيدي انت راجل طيب وقلبك ابيض، صابعك مش زي بعضيها. الله، بس انا لا مؤاخذه يعني ليا شرط طلب، يعني رجاء تأمرني يا زيزو رقبتي. لو قررت يعني في اي يوم انك انت تأجر حته كده من المحل حق انتفاها يعني، ما يطلعش براي. بص يا زيزو، كلمه شرف، لو فكرت في يوم من الايام حد يحط بضاعه في محل غير بضاعتي انا، مش هيكون حد خيرك. كده كله تمام، عملنا الايداع وده الوصل. الوصل بقى ده احتفظ بيه عشان ده اللي يثبت ان انت ليك هنا فلوس عندنا. تمام يا باشا. ايه بتبص لي كده ليه؟ اصل شكلك يفرح يعني. كله بفضل ربنا وبفضلك يا زيزو. ها قولي بقى، عايز ايه؟ عايز حاجه تاني ولا ايه؟ عشان انت كده معطل الناس وانا وقتي مش هيسمح بصراحه. شوف يا سيدي، انا عايزك تحول لي مبلغ كده من حسابي لحساب واحد حبيبي. بس كده انت تؤمر يا باشا. قولي اسم حبيبك ده ايه بالكامل، وعايز تحول له كام بالظبط؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه تمام. اكتب عندك اسم حبيبك ايه بقى. انا هدي لك اسمه وليد عبد الرحيم فضل. وبتوع ايه ال 100,000 جنيه دول؟ حقك في ورث ابوك.
اذا كان الورث كله على بعضه ما يجيش نص المبلغ ده. وبعدين يا عزيزو انا حقي منك اخدته مليون مره، تعليم ومصاريف ووظيفه، فاضل ايه تاني بقى؟ فاضل كتير. وبعدين يا اخي ما هو نصيبك دخل معانا في شغل ودار وكبر وعدى ال 100,000 جنيه وزياده كمان. وليد ممكن تكتب لي صيغه قبل الحساب؟ اه طبعا. ايه؟ ايه؟ ايه النظام؟ نظام ايه؟ يعني مش عايز حاجة؟ انا عاوز سلامتك، انت عاوز ايه؟ اخلص. ماشي. شوف يا سيدي. انا عايزك تسيب 100,000 جنيه في الحساب بتاعي وتحول الباقي كله على البنك اللي بتعامل معاه بره. تمام حاضر. بس ما قلتليش ليه يعني؟ لا مفيش. هسافر اجيب بضاعه. السوق خلاص عارف طريق المحمود وانا عايز اقفل الحنفيه بقى من مصدر. طب ما تمشيها صفقه بنص الفلوس. يعني بلاش الفلوس كلها. اصل دي مخاطره وريسك مش قليل بصراحه يا زيزو. ربك هو الستار. اتوكل انا على الله بقى واشوفك بعد ما تخلص. سلام يا احلى باش محاسب في الدنيا دي كلها. قلت ايه يا عم لطفي؟ قلت ايه في ايه بس يا عايز؟ مش فاهم. ما انا عمال اشرح لك من الصبح يا عم لطفي. خد لي كده حته فاترينه هنا جنبك صغيره احط فيها شويه محمود. على جنب كده برضه فاترينه على باب المحل. ايوه باب رزق جديد. وهترزق. انا بقول لك ايه؟ التليفون الجديد ده اللي الناس بتسموه ايه؟ الموبايل. ايه؟ الموبايل. موبايل؟ الموبايل. الموبايل ده ماله انتشر قوي في شارع عبد العزيز؟ يعني في فترين كتير والناس ماسكاه. مع اني سمعت ماله من ثمنه غالي قوي. جابوا الناس جابت فلوس دي كلها منين البتاع ده؟ هو غالي. بس الغالي ثمنه فيه. المحمول ده عم لطفي هيكسر الدنيا. يا سلام. هنفرض مثلا ان انت مؤاخذه يعني ماشي في الشارع وعربيتك عطلت، تعمل ايه؟ بالتليفون يجيب الميكانيكي تنجز. مثلا انت عايز تطمن على لبنى وهي مثلا في الشارع، يجيبها على التليفون. عايز تكلم واحد حبيبك تنجز. اي مصلحه تقضيها وقتي. وقتي؟ قلت ايه بقى عشان ننجز؟ انا معايا الفلوس وممكن ادفع الايجار دلوقتي. هسألك سؤال تاني. اتفضل. ليه لما الخناقه دارت هنا في شارع عبد العزيز تقريبا كل المحلات اتكسرت تقريبا يعني؟ اشمعنى يعني هنا المكتبه بتاعتي دي؟ تفتكر ليه؟ النار ما تحرقش مؤمن. يا راجل يا زيزو انت عايز تفهمني يعني ان انا المؤمن الوحيد في شارع عبد العزيز؟ لا لا مش الفكره يا عم لطفي. المؤمنين كتير. ما انت عندك اقول الحسيني وعماد وعم علام كلهم ناس بترعى ربنا في اكل عيشها، عشان كده ربنا بيستر معاه. هنأجر، انا فلوسي جاهزه. هي الارصفه والحيطان الفاضيه بقى لها تمن في شارع عبد العزيز؟ بص يا ابني، انا لو كنت عايز اجر ولا ابيع كنت بعت من زمان. بات لدوت ولا لدوت؟ انما انا زي ما تقول ماليش تقل على الفلوس يعني. قول عليا ان انا انتيكه دقه قديمه. قول اللي انت عايز تقوله. وبعدين انا مش مقتنع قوي بحكايه البتاع الجديد دوت. يعني ايه ما عاوز اي حد اكلمه في التليفون؟ يعني ما اشوفوش يعني؟ طب زمان لما حد عايز يعني يطمن على حد يروح لحد البيت يخبط على بابه ويطل في وشه ويشوف عينيه ويقعد يسمع صوته ويشربوا قهوه. وما انا اختصر ده كله ان انت بتقول عليه ده؟ ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش. انا هعيش هنا واموت هنا زي ما انا كده. ما تزعلش مني. ماشي. مع اني مش مقتنع يعني، بس فكر. فكر يا عم لطفي وانا موجود وتحت امرك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
الظاهر الواحد هيشوف العجب في شارع عبد العزيز ده. هو ده بقى اللي هيشيل الليله دي كلها. هنشوف يا زيدامبي. لا ده واد دبور ودماغه هتعجبك قوي، ولما تكربيه صح مش هتعرفي تشتغلي من غيره بعد كده. طب هو اسمه ايه اللي انت جايبه ده؟ صاحبك اللي انت هتعرفني عليه النهارده معاه يعني سيوله تحل المشكله بتاعتي؟ زيزو؟ اه لو اقتنع بالموضوع هيجيب لك سيوله زي ما انت عايزه. انت طبعا عارفه تقنعيه. بص يا زيدامبي، انا ليا نظره هشوفه كده وابص عليه، لو عجبني يبقى سيب موضوع الاقناع ده عليا. مساء الخير. اهلا يا عبد العزيز بيه، ايه الشياكه دي كلها؟ والله يا باشا خايف اقول لك كنت نايم بيها لحسن تزعل. اقدم لك روان هانم. بونسوار. بونسوار. ايه بتفتكر ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، اصلي بشبه بقلب الافلام في دماغي، اصلها عامله كده زي النجمات الامريكان جايين مصر كده سياحه وفنادق. I like your way. مين؟ عجبتني طريقتك. الله يصلح حالك. عبد العزيز بيه رجل اعمال شاي جدا وبيفهم في كل حاجه، والحاجات اللي ملوش فيها بينقطها كمان كده. تلميذك يا باشا، وافضل طول عمري تلميذ صغير في الاكاديميه بتاعتك. هو ايه المصلحه بقى؟ مش بقولك. انت مالك في ايه داخل اكتف مود؟ مفيش نقعد نتعرف على بعض شويه، نتكلم ندردش؟ بص بقى، الهانم عندها ليك مشروع تحفه، قريه سياحيه تحت الانشاء. وطبعا في مشكله في السيوله. ما انا فاهم بقى، ما هو لو مفيش مشكله هتشارك واحد زي ليه؟ ده الهانم لو شاورت كده بصباعها البهوات البلد كلهم يتمنوا، الا اذا كان الدوري بقى مرشحني ومزكيني جامد. شابوبا، يعجبني ذكائك. هو فعلا زيدان بيه مرشحك موت، وبيقول فيك بصراحه قصايد شعر، بس انا عندي تحفظ واحد بس عشان تشتغل معايا. بصي بقى، زيزو هيشيل عنك كل التحفظ ده. اموري. انا بصراحه موقفي حساس، ويهمني في شغلي السريه التامه. انت عارف الجرايد ما بتسيبش حد في حاله خالص اليومين دول، ده بخلاف علاقاتي ببعض الناس المهمه، عشان كده بيتحتم عليا السريه التامه. والسؤال دلوقتي، هتقدر على ده؟ ساعتك ولا كاني سمعت حاجه. بس انا كمان لمؤاخذه يعني ليا تحفظ صغنن قد كده يعني يتيم. ايه هو؟ نفتح الموضوع ده لما ارجع من السفر، انا هغيب قد يومين كده بامر الله. او ماي جاد، على فكره انا بحب السفر موت، وكل اصحابي بيقولوا ان انا مسليه جدا في السفر. وفرصه نتعرف على بعض، انت كمان تعمل البيزنس بتاعك وانا اعمل شوبينج. يا خساره، ماليش حظ اسافر معاكي، اصل انا يعني لمؤاخذه مسافر الصعيد وعازه بقى ونسوان بتصوت ونظام انت مالكيش فيه، بس يومين كده ولما ارجع بامر الله ابقى تحت الامر، والدوري بيه بقى يقدر يجيبني بتليفون صغير قد كده زي النهارده. So you have to go to sleep, you don't have much time. لا ما انا ما ينفعش، اصلها مسؤوليه. طيب اتوكل انا على الله. دينا كلام مع بعض بعدين بقى. ها ماشي يا باشا، سلام، تصبحوا على خير. مع السلامة. ايه في ايه اللي حصل؟ وقح very very attentive، ما عجبنيش بالمرة. بصي بقى يا روان، بلا أحبه بلا أكرهه، الراجل ده مع سيولة وهيحب يشاركك قوي، بس أنت بالراحة عليه. هو واد حريص كده وبيفهم كويس قوي كمان. يعني أنت بتدافعي عنها عشان حبت الحيوان ده وغلطت معاه؟ حبيته حاجة وغلطت حاجة تانية. الحب ده حق لأي واحدة في الدنيا، متجوزة بقى متطلقة، لو سناء ليها حق تحب الواد ده يبقى انت كمان ليكي حق، وأي واحدة في الدنيا. انت بتحبني يا عاصم؟ أنا بقى اللي لازم أسألك السؤال ده يا لبنى، بتحبيني؟ قدرت أنسيكي حياتك قبل ما نتجوز؟ قدرت أملى قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايفة ايه؟ السلام عليكم يا حاج.
بدري يا حاج، عايز اجيلك اتكلم معاك، بس كنت مستنيك يعني تروق. قول انا سامع. احنا قبل اي حاجه يعني عايزين ننسى الماضي عشان العبد اللي جاي لك ورسول الله نيتي خير. قبل اي حاجه انت ليك امانه عندي والخزنه مليانه، عشان لو عايز تضربني من النار اعملها. لو كان الرصاص يصلح اللي اتكسر ما كانش حد غلب يا ابني. وانا جاي اقولك ننسى الماضي ونرجع حبايب بقى زي زمان. معلم انا طالب منك يعني لا مؤاخذه يعني تحط الباترينه بتاعت المحمول بتاعتي عندك، ويا ريت بقى ما ترفضش المره دي. صدق انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايد البنت دي وتنقذ سمعتها اللي دمرتها هي وابوها. اتاريك جاي تتشفى فيا تاني، عايز تشوف ضحيتك قدامك وصلت لغايه فين يا حاج. والله العظيم انا مكسوف منك، يعني انا النهارده لو طلبت ايد بنتك فحموتها كده اكيد هترفض، ويعني انت مش تايه اخوها بيكرهني قد ايه وبيتعامل معايا ازاي. وبعدين يعني انا هيخس عليا ايه لو رحت عند المأذون كتبت ورقتين واخد بالك وبعد كده رحت مطلقها؟ هنكسب ايه؟ امشي اطلع بره بره. تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام. امشي اطلع بره، اطلع بره قبل ما اخلص عليك. ما انت لسه قايل ضرب النار ما بيحلهاش. انت لسه عايز مننا ايه يا عم انت؟ تبقى انت اللي كنت قاطرنا عطيه يا عم. احنا مش عايزين نشوف وشك هنا في المحل. ربنا يهنتك يا عم. ينفع كده يا معلم؟ ايوه ينفع. مش عايزين نشوف وشه يا عم الحاج. الله يخرب بيتك يا عم. عطيه وصلني مش قادر. اهدى انت يا حاج. ربنا يهنتك. بسلامه يا حاج. ربنا يهنتك يا زيزو. ازيك يا حاج؟ ازيك يا عاصم بيه؟ اطلع معايا يا عاصم، اطلع معايا يا عاصم، ما تقعدش هنا. يلا. ايه اللي جابك هنا يا عم؟ انا اسمي عبد العزيز. عارف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه؟ اعمل لك ايه عشان تحترمني؟ اعمل لك ايه عشان تعاملني على اني بني ادم زي زيك؟ وانت بني ادم يا اخي؟ ده انت برص. انت عارف انت لو خروف استخسر فيك الرصاصه اللي ضربتها لك قبل كده ودفعت ديتها يا بايع دمك. ماشي، وانا مش هرد عليك. وعشان تعرف ان انا ابن اصول، اتفضل اقرا الورقه دي عشان بس تفهم انك لسه في ايد انت واهلك. سناء فين؟ في اوضتها يا ابني. كنا جبناش يا سبزات تراب، لكن انت حطيت رقبينا على الارض وخليتي داس علينا بالجزمه. هتموتها يا ابني، هتموتها في ايدك. الحقونا يا ناس. حرام عليك. ايه كده؟ اه حرام عليك. اه ما بتضربنيش، ابعد عني. انت مالكش ضرب عليا. هو انت لسه شفت ضرب؟ ده انا هضربك واتفينك هنا. حرام عليك. ارحمها يا ابني ارحمها. عيني بقى. ابعد عني. انت بتشطر عليا ليه؟ ما تروح تشطر على مراتك. انا حبيته ما اذنبتش زي ما هي حبته وما قدرتش تنساه لغايه دلوقتي، ولولا ما كانتش جوزتك ولا هو كان مشي ورايا. شفتي عمل فيا ايه؟
ايه اللي مصحيك بدري يا سناء؟ كان لازم اتكلم معاك. اقعدي. موزع يا معلم، يعني احنا بقيه البضاعه نحطها في المخزن؟ البضاعه كلها هتجيلي على هنا. ادي الورقه دي للسواق. اطلعوا بره، اطلعوا بره دلوقتي. محدش يخش عليا. مين اللي عمل فيكي كده؟ عايز بعد اللي عملته يحصل فيا ايه؟ عملت فيكي ايه؟ مش رحت قلت له؟ واديت له الورقه؟ سناء مش عايز اسمع كلام غبي. ولا انا. ايه دول؟ دي فلوسك. ما ينفعش. ما ينفعش يا سناء. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش اخد منك فلوس. ليه؟ باظت خلاص. ما باظتش. زيزو انا بحبك. بحبك بجد. لدرجة اني ما بقتش شايفة حاجة غيرك. وما اقدرش ابعد عنك. ومش عارفة اعمل ايه. طب اهدي. طيب مش عايزة اهدى. سناء معلم زيزو انت غلطت فينا ثلاث مرات. اول مرة صحيتنا انا وبكر من النوم وده ما يحصلش ابدا. تاني حاجة البضاعة المفروض تتحط في المخازن قلت لنا هتوها المعرض وده برضو ما يحصلش ابدا. تالت حاجة قول لنا ليه الاتنين دول ما يحصلوش ابدا. عايز الشارع عبد العزيز كله يفهم ان احنا خلاص نازلين بتقلنا. المحل ده يتملي بضاعة النهاردة. فاهمين؟ محل ايه؟ محل اكل العيش. اطلعوا برا. اطلعوا برا. ده ما يحصلش ابدا. اطلع اطلع برا يا عم ده متضايق. ايوه وليد معلش صحتك بدري. لا انا كنت بجيب بضاعه. اسمع عايزك النهارده قبل ما تنزل تتصل بشركه الخطوط. هندفع ونستلم. عايز شارع عبد العزيز كله النهارده يتملي بضاعه. واسأل لي على الأسعار كده عند أنور وغير أنور. اللي هيشتغل في المحمول بقى غيرنا ذنبه على جنبه. هنعمل خصومات وتخفيضات ونولع الدنيا. ماشي. سلام. عاصم انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت فين يا بت؟ كنت فين؟ كنت عند زيزو. انت يا بت ما بتفهميش؟ معلش. انت ما بتحسيش يا بت؟ معلش كنت بكلمه. كنت بتكلميه في ايه؟ كنت بكلمه علشان يجي يتجوزني. كنت بتكلميه فين يا سناء؟ ورحت له المحل بتاعه. والله هيتجوزني. ما تزعلش مني يا اخويا انا اسفه. حقك عليا انت وابويا. انا عرفتني عملت ايه. حاضر. حاضر. لو عرفت انك نزلتي من البيت عشان تتكلميه في حاجه حاضر. هيبقى اخر يوم في عمرك. حاضر. قول يا بت مش عايز تخش. لا يا معلم ما ينفعش. احنا اتفقنا على ايه؟ ايه واحنا بنحط الباترينا عندك اتفقنا على ايه؟ انا ناسي. فكرني ايه؟ الله اتفقنا ما فيش شغل في المحمول ليك قبل سنتين. سنتين؟ سنتين. ده كتير. بعد لك 1500 جند كل شهر. بس ده كتير قوي يا معلم. لا مش كتير ده اتفاق. طب انا عايز اشتغل في المحمول. استغفر الله العظيم يا رب. طب بص يا ريس انا هقول لك فكره وان ما عجبكش نتفاهم. ماشي قول يا معلمه. هتفتي ها؟ صلي على النبي وعلى الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا النهارده هديك بضاعه. تحطها فين؟ فين؟ تحطها فين؟ والبضاعه بتتحط فين الا في المعرض؟ احطها في ايه؟ عليك نور. تحطها في المعرض بتاعك. وليا 25% من المكسب. ماشي؟ مش قلت لك هتفتي؟ يا عم اديني فرصه اقول لك بقيه العرض. اتفضل. نص البضاعة التاني افرشه في اي محل وحلال عليك كله. ايه؟ ايه رأيك؟ بس 25% كتير يا معلم. يا سيدي اصبر بس شهر وبعدين نشوف. بس البيع بنفس اسعاري. ماشي ماشي. هو في سمك بيتمسك في المية؟ ايه بعد صبيانك يحمله. بس انا بقى يا معلم عايزك تحنن شوية ابن عمك.
ليه دخل البترينا بتاعتنا عشان عايزين ناكل عيش؟ عشان ما اعملهاش معاه واحطها بالايه وانا كفاءه اعمل كده ومحدش يقدر يعارضني ولا يكلمني. خلي بالك. لا 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 حلو حلو حلو. لا قادر 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 وكسر عينه وزله. يا عم خف يا عم. مش مساله قدره يعني، ده عشرة. ماشي مبروك على الزيرو، ربنا يبارك لك فيها ويكفيك شرها. انا هكلمه وبقى ابعت البضاعه مع اسماعيل ومعاه الفواتير. ماشي. طب انت رايح فين يا معلم؟ ماشي. ما شربتش حاجه؟ لا مش عايز اشرب. والنبي لا تقعد. ما انا شربت، ما انت شربتني الكفايه. الله يبارك لك. طب ما تنسانيش في السيوله بقى عشان عايز الم نفسي. برضو سيوله وتلم نفسك؟ ماشي ماشي ماشي. يا مبيلاتك يا مبيلاتك اللي في الحضانه. يا بنتي الموضوع ما يتاخدش كده، انت فاهمه قد ايه زيزو ده عنيد؟ يبقى رفض، رفض انه يجي يصالحني ويصالح اهلي، بس هو اللي جابه لنفسه. هو ايه ده اللي جابه لنفسه؟ هقتله. تقتليه ايه يا مجنونه انت؟ ايوه هقتله، انا قلت العاصم كده وبقولها لك، هقتله وهقتل نفسي واخلص. ممكن بس تهدي كده، لان اللي انت بتقوليه ده مش هيحل المشكله. امال ايه اللي هيحل المشكله؟ الصبر. او النبي صحيح، وتفضلي بقى رايحه جايه على ايه بتصالحيني؟ ممكن تفهميني عملتي كده ليه؟ حاطتينا كلنا في الموقف الزباله ده ليه؟ كان فين مخك؟ حمار غبيه، انا اللي غلطت، سبته يلعب بيا طول الشهور اللي فاتت دي. بس عايزه اسالك سؤال واحد، انت شايفه هو ممكن يوافق يتجوزني؟ لو حطيتي في دماغك انه مفيش فايده هيبقى مفيش فايده، لكن بقى لو صممتي تاخدي حقك هيحصل. وانا ورايا حاجه؟ ده انا فاضيه. يا ابني افهم بقى، الله يرضى عليك، ما تتعبش قلبي. حاضر حاضر يا عم زيزو. قلت لك 100 مره الزبون انواع، ذكاوتك بقى انك تفهمه ومطلته عليك. من لبسه، من شكله، من كلامه ولغته، من الاسئله اللي بيسالها لك. يعني مثلا لو دخل لك زبون بيسال كتير، تعرف ان ده زبون متردد، وده بقى سهل مش صعب. حلاوتك بقى انك تركب على ودانه يقول كلمتين تديهم له 10. ان ما طلعتش الكاشات اللي في جيبه تبهره، تغسل له مخه. والزبون بقى اللي بيخش عليك بثقه وقلب جامد، ده مش جريء على الشراء. مش مهم، مش مهم تبيع له النهارده، ممكن تبيع له بكره. اشرح له وتطلع له مميزات العده اللي عندك. فهمت؟ فهمت فهمت يا زيزو، والله فهمت. سيبنا بقى من حصه المبيعات اللي انت عمال تديها لنا من الصبح دي. يا ده انا عايز اعمل منك بياع محترف. درس عمل. يلا ده الزبون. ده زبون؟ ده عمره ما اشترى حاجه في حياته. طب والله ده لو زبونه دخل عليا لا تطرده بره المحل. لا عنده حق يا سيدي، بنمثل بنمثل. يلا انت زبون وداخل تشتري. بس يا اسطى. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. وده بقى عند بتيت سوبر وسط كبريت. طب ليه كده يا زيزو؟ طيب ده محل ايه؟ محل اكل عيش. يبقى ركز ركز، شوف احنا بنبيع ايه وخش اشتري. طب ده متردد. طب يلا يا عم المتردد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وده بعز عده الفض بس مش هاخدها النهارده. طيب انت تحب تشتري انهي عده في دول؟ غلط غلط، اهو ده زبون حمار جاهل، ما تحطوش قدام جهله. خش في الموضوع على طول واشرح له انت تديله بيع له. اطلع يا ابني اتفرج عليا. اتفضل. خش يا زبون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وده بعز شحن دوكي. وأمرني، أنت معاك عدة نوعها إيه؟ لا لا معيش عدة. طب ما شوف لك عدة حلوة كده من عندنا. شوف العدة دي. أهي دي بقى. بص وزنها خفيف مش زي ما بيقولوا. إيه ده؟ وسعرها حنين. وليك أنت أعمل لك خصم عشان أجيب رجلك يعني. أو أشوفهم على التليفون. انت بتعمل ايه هنا يا جاي؟ ايوه يا باشا خليك معايا ثانيه. انا جاي مع استاذ بكر. مش قلت لك ذاكر؟ اه مش قلت لك ذاكر؟ روح ذاكر روح ذاكر. لا لا مؤاخذه يا باشا، ازاي معليك؟ النهارده؟ لا 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 انا ما اقدرش اتاخر عنك يا باشا، تلت ساعه بامر الله وهكون عندك. ماشي. لا اتفضل 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 اتفضل.
بس انت كبستاحي تديك كبسه يا زيزو. مش فاهم يا باشا. يعني الست تقول لك اسافر معاك تقول لها رايح اعزي، ما تقدرش تاخدها معاك ليه؟ طيب رايح يا باشا، وانا تلميذ دي خبره وجاي تستقطعني؟ وبعدين الشوبينج بتاعها ده يتكلف له اكتر من 10000 دولار، وانا يا باشا زي ما انت عارف بلم القرش على القرش وبحرم نفسي باللقمه. بس الست دي جامده قوي يا زيزو. جامده على نفسها زيزو، خلي بالك الست دي امرها بيهمني جدا. وبعدين شكلك مش عارف كانت متجوزه مين اصلا. كانت متجوزه مين يا باشا؟ دي كانت مرات كمال الديب. طبعا الاسم ده عدى عليك من قريب، وزير التربيه والتعليم. ايوه السابق يا زيزو. هما الراجل طول النهار يا عيني عمال يطلع وابناء الطلبه ده طلع بفضيحه يا باشا في الاخر. احنا مالنا؟ لا مالنا ده ايه، ده مش بعيد يكون حال القريه بتاعها ده موقوف بسببه. وارد، بس احنا هنسلك الموضوع برضه. بعدين انا مش هسيبك. بص يا باشا، انت اقرب ليا منها مليون مره، ومصلحتك فوق راسي وعلى رقبتي، بس انا عايزك بقى تجيب معايا من الاخر وتفهمني ايه نظامها. بص بقى انا هشرح لك. الانتخابات اللي جايه هتبقى معركه كبيره جدا، داخل فيها اللي ليه واللي ملهوش فيها. يعني في ناس كتير جدا عاملينها سبوبه كده عشان يدخلوا يتراضوا وبعد كده ينسحبوا. ده غير بقى مصاريف الحمله زي ما انت عارف، والتسليكات اللي في الحزب. يعني مش معقوله هعرف اخش الانتخابات وانا مشارك في قريه سياحيه كمان. الله، يعني سعادتك محتاج الكام مليون اللي حطيتهم في السياحه مع روان عشان الانتخابات؟ تمام كده، والقريه هتسلك. انا برضو كنت متاكد انك مش هبعت الميزك. ابيعك ليه يا زيزو؟ وبعدين مشروع القريه السياحيه ده مشروع مضمون، وانت شايف اهو السياحه ابتدت تشد حيلها. طب لما هو مشروع مضمون وست روان دي جامده قوي كده، عض قضيها ليه؟ ما تسلك هي نفسها. لا الكلام ده بقى في التفاصيل هي تقوله لك، بس خلي بالك دي قفشه منك من اخر مره. بص انت خد ودي معاها في كلام عشان بس نفهم الموضوع في الاول. اتصل لحد الميعاد. اتصل. لعبة الأيام كتير أوي كده. صباح الفل يا عسلة. لا ده انت طلعتوا ناس هنا يا بت متدلعين على الاخر. خف خف، مش كده على الصبح. الله بدلعك شويه. فالجر، ايه الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه معايا؟ ايه بت دي؟ فالجر يا رحمك،
ما تخليها مبسطة بقى وكلميني زي ما بكلمك كده. خليني أعرف أتاكتك وأشوف هشاركك إزاي في المخروبة دي. يا حبيبي يا زيزو، أنا مش بتكلم على أسلوبك معايا، اتكلم براحتك، أنت كده عاجبني. بس في المفروض ناس اللي بتتكلمي عنهم دول رغم شياكتهم حرامية. حرامية، مالك بتبصلي كده ليه؟ حرامية وهبيشة وبيكوشوا بالمليارات كمان. ما بس عشان ايدهم فوق محدش فايق طولهم. طب سيبك بقى من جو الحرامية والهبيشة والكلام اللي يوجع القلب. امسك سيجارتك. قولي، ايه رأيك في القرية؟ أنا جبتك أهو عشان تشوف كل حاجة على الطبيعة. هو جو برضو. بس لو هيخسرني جنيه ما يلزمنيش. ومين قالك انه هيخسرك؟ الزن اللي انت عمالة تزنيه ده معناه انك جايباني هنا عشان تغرزيني وتخلعي انت. بس انا موافق، موافق من غير ما تقعدي تبرري وتحوري وتعملي حبتين. اكسلنت، برافو عليك يا حياتي. بس لازم قبل بقى تفهميني على الفولة. فولة؟ جرايه يا بنت مالك، انت عمرك ما اتكلمت عربي؟ ما تعرفيش المصريين بيتكلموا ازاي؟ ما تفك معايا روان. طب خلاص خلاص خلاص، I got it. قصدك يعني طولش النظام؟ طب ما انت حلو اهو، بتعرفي تقولي كلام. قومي بقى عشان ننزل المايه شويه كده نبلبط. طب استنى البس المايو. مايو ايه؟ هو انت كده مش لابسه المايو؟ يلا بينا. يلا يا بتاع الترعة. مشكلة القرية دي يا سيدي ان انا استعجلت في انشائها. مشروع كان مطحون والارض كانت تحفة زي ما انت شفت. والله كان في ألف واحد بيتخانق عليها، بس في ناس مهمة وعدتني انها تخلص مشكلة الأرض، وفعلا خلصوها. بس أول بقى ما ابتدينا نبني ونأسس، خرابي مشاكل قد كده اتفتحت علينا. الجرايد كتبت عن سرقة أراضي الدولة، طبعا ده لحساب بعض الناس اللي نفسنا اللي أصلا كان عينها على الأرض. فالمحافظ اتشال والنائب العام فتح القضية والدنيا ولعت ودخلنا في مشاكل ملهاش آخر. يعني انت عايزه تفهميني ان شويه الخرسانه اللي شفتهم دول اتصرف عليهم ملايين؟ لا طبعا، نص المبلغ كان تصاريح وعمولات وتسهيلات وسمساره وألف ايد اتمدت عشان نبدا. والنص التاني ده اللي اخدته من واحد دلوقتي ما نقدرش نطلب منه ولا مليم ولا حتى نقدر نقول اسمه، مفيش ضده اي ورق. ده غير طبعا القرض اللي طلبته من البنك واللي خسرت فيه تقريبا تلته عشان البنك يوافق عليه. محافظة شال، نائب العام بيحقق، واحد ما عرفش اقول اسمه. دي قريه منيله بنيله والبعد عنها غنيمه. ده انت كده ورطت الدور بيه رسمي. استنى بس يا زيزو يا غلس. الله، السلام عليكم يا نبي. السلام عليكم يا نبي. لا حول الله يا رب. يا بنتي كفايه كده على الصبح، ما تطوعيش نفسك، مش كويس عليك يا بنتي. ما قدرتش يا بنت خالي، ما قدرتش. الحكايه دي هتخلص متى؟ قرفانه من كل حاجه، قرفانه من روحي، من كل حاجه، قرفتكم معايا كمان. كلها اسبوعين بالكتير وتبقي عالي العالي. قولي لي زيزو هيرجع من السفر امتى؟ المفروض النهارده حسب ما قال، غايب حجته معاه. أنا عايزة أطلب منه حاجة بس خايفة أزعله، وأنا ما صدقت. عايزة تطلبي منه إيه؟ عايزة أروح أقعد عند أمي في البلد يومين لحد ما أبقى زين، وأريحكم، أريحكم مني ومن عمايلي دي. إذا كان علينا محدش قرفان منك، بس لو أمك وحشاكي ونفسك تشوفيها وتقعدي معها كام يوم وتفرحيها بحكاية الحبل دي، أنا هكلمك. لا أنا ما عايزاش أعمل عمايل العيال دي، أنا كل خوفي على وليد وعبد العزيز، بعمل لهم الوكل بيدي، ممكن يكونوا قرفانين مش عايزين يقولوا. سبحان الله يا رب. صدقي يا بنتي أشكان، أول ما دخلتي عليا بالجلابية السودا والقمطة السعيدة دي وزيزو قال لي دي مراتي، أنا قلت خلاص مستقبل الواد راح وجايب لي بقرة. والله بقرة، أنا حاسة كده برضه. والله ليكي حق، عندك حق بيني وبينك. الواد يروح يدفن ابوه يرجع ساحب بقره صاحيه ويقول لك مرته دي مصري. بس الحمد لله طلعتي مقصله يا اشجان، وكلك نباهه واحساس ومفهوميه. الحمد لله. بس ميلت بخت ولدك البكر يا مرت خالي. انا الله يسامحه جدي فضل منه لله،
ولدك لازم يدور على بنت الحلال اللي يعيش حياته معها. باين لك عارفه انه بيحب واحده ونفسه يتجوزها. شكله كده قايل لك على سره ومش قايل لامه. انا ما اقولش حاجه عبد العزيز، جالها لحد تاني واصل. حتى على امه يا بنت؟ شوفي يا مدخلي، عبد العزيز ما يحبش ان حد يعرف عنه حاجه. يا سلام، ابني وعارفاه واخوه وليد اصغر منه بسنين، لو جاء قال لك حاجه هتقفي تعاتبيه وتلوميه وتعملي فيها ام العريف. ربنا يجازيك على كلامك زي الدبش ده يا اشجان. بضحك معاك يا مرت خال. يبقى فاضل مين؟ عبد العزيز ممكن يفضفض معاه ويطمن له. في مراته حبيبته اشجان. لا بلا مراته بلا حبيبته. حبيبته لسه ما جاتش يا مرت خالي، بس جاي جايه وهتفرح قلبه وهتقولي اشجان قالت. جايه بنت انت؟ انت عبيطه يا بنت. واحدة تانية غيرك اتمسكت فيه بإيدها وإسنانها وقالت جوزي ومحدش يشاركني فيه، خصوصا يا بنت بعد ما بقيتي حامل وهتجيبي له أول بخت. انت ايه يا بنت؟ ما بتحبهوش؟ بحبوش، بحبه دي كلمة قليلة قوي. مفيش كلمة توصف عبد العزيز اللي في قلب أشجان. أقول لك حاجة وتصدقيني؟ لو كان جالي البلد وشفته بعينيا والله كنت أهرب معاه، حتى لو كانوا ذبحوني. بس يعني جاء متأخر شوي، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتيجي بنت الحلال اللي هتفرح قلبه. عارفة يا بنتي أشجان، أنا ساعات بحس إن أنت أمي مش أنا، من كتر حنيتك علي. أنت حتى حنين كدك. مش قادرة أصدقك بجد، كل دقك ايه يا عازم شارع عبد العزيز؟ انا عايزك تاكلي عشان تكبري. وبعدين يعني يا اختي الاكل لما يفيض احسن ما يكفيناش، ولا ايه؟ صح. يلا فصفري نفسك بقى بالفسفور الحلو ده. طبعا ما هو كله فسفور، بس انت يا حياتي مش محتاج فسفور، منور على طول. كلهم بيقولوا عليا كده برضو. يا سلام، باين عليك شيء موت. اعملي حسابك بقى اول ما نخلص اكل تلمي حاجتك عشان نتوكل على الله. واتس رونج وذ يو؟ انت مش قلت ان احنا نقعد هنا اسبوع؟ غيرت رايي، كلامك عن القريه بتاعتك قفلني، زهقني من السياحه من بابه. زيزو احنا مش بنهزر. وانا مش بهزر والله، بس ما تقلقيش الموضوع هحطه في دماغي. والله حطه في دماغك مش كده؟ انا جايباك وقاعده استشيرك عشان تقولي الموضوع في دماغي. لا ما انا فاهم انت جايباني هنا ليه. يا بنا عشان تحوري عليا شوية وتدلعيني شويتين، أقوم أنا بقى رايل عليك وكوعة على طول، مش كده؟ ماشي يا زيزو، أنا داخلة أغير عشان نمشي. طب ما تغيري هنا. والله خفة. وربنا بهزر، وربنا بهزر. إذا كان جوزك اللي هو كان وزير سابق ما عرفش يعمل حاجة، أنا أعمل حاجة؟ هو ما عملش حاجة عشان أنا أصلاً ما طلبتش منه يعمل حاجة. ولو طلبت منه الراجل اللي ما يتسماش ده اللي ما بتقوليش اسمه مش هيرجع الفلوس، والنائب العام ما بيهزرش. تبقى ايه بقى؟ بس انا اصلا ما طلبتش منه فلوس. زيزو انا عايزه القريه دي تكمل وتشتغل عشان هبني عليها امال كتير قوي. طب انا اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بما يرضي الله. اسال. مفيش حد من الحراميه اللي حواليك عرض يشتري؟ يعني ايه؟ يكايش يعني. يكايش والوضع كما هو عليه بتاع القريه. لا في واحد بس كان عايز يدفع. ايوه عايز يدفع كام بقى؟ نص اللي صرفته تقريبا. يعني انا ممكن اخد كلامك ده ثقه؟ اكيد. بتسال ليه؟ شوفوا يا بنت الناس، القريه دي مش هتكمل دلوقتي نهائي، يبقى احنا نعمل ايه؟ نلعبها خرصه مع وعد مني ان انا اشتري. طبعا نهدى شوية لحد ما ملف القضية يتحفظ في درج النائب العام، والرأي العام كمان ينسى المحافظ اللي اتشال والدربكة دي كلها. يا سلام، استنى كل ده. زيزو انت اكيد بتهزر، انا عندي قروض تسجنني يا ابني. لو كان عندك حل تاني اعمليه. بس يا بنات السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا زيزو. الله يسلمك. كده ليه يا ابني؟
هلا وبعدين التليفون المحمول بتاعك ده ما بيردش ليه؟ يا ماما انا كنت في حته ما فيهاش شبكه بقى. مالها اشجان؟ مالك؟ جدي فضل مات. لا اله الا الله. الله يرحمه. الله يا رب. الراجل طيب بس شديد. طب وانتوا عرفتوا ازاي؟ عمتك اتصلت باخوك وبلغني. باقيه في حياتك يعني. حياتك الباقية يا ماما. طب وانت بتقعد انت كمان ليه؟ مش ده اللي طرد ابويا زمان وحبس انفاسك هنا؟ بس الطفل ما يطلعش من اللحم، بعدين الواحد من غير ناس واهله يبقى يتيم. دي عندك حق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني اما نروح نعزي؟ ده واجب. بعدين الناس دي برضك فضلهم علينا واقفين جنبنا وجدعان. ربنا يخليك ليا يا ابني. ايه تصلي على النبي كده عشان اللي في بطنك حتى. بس انت في موضوع العياط ده بتتوصي ما بتصدقي. بس ليكي مبسوطه عشان راح تشوف امك. بس يا حبيبتي. ايوه عمتي. انا عبد العزيز. انا عبد العزيز يا عمتي. الشبكه. ايوه عمتي. بقى في حياتك طولة العمر ليك يا عمتي. بقى صلي على النبي. انتوا دفنتوا؟ لا اله الا الله. ده انا كنت مسافر والله ولسه جاي حالي. لا جايين طبعا. الله جايين على طول جايين. بقول لك اجيب امي معايا ولا في مشاكل؟ ربنا يخليك. الله يبارك لك. ماشي يا عمتي. نعم قاعدين اهم يعيطوا، قاعدين مهريين من الصبح، عاملين كده محزنه هنا على الدور. بامر الله. ماشي. صلى على النبي بقى. لا اله الا الله. ماشي يا عمي. ماشي. هسد الطريق ان شاء الله. يلا مو جهازه بقى عشان خاطر نخلص ونروح نوصل. لا اله الا الله. طب لما الراجل رقد تعبان كده يا عم مش تكلموني برضه؟ ده كان نفسي احب على ايده قبل ما يموت. والله ما طول يا ابو عزيز، يوم بليله وراح. الله يرحمك يا ابو فضل. اهو راجد في حضن ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هنا. ربنا يرحم الجميع. انا ما انساش جدي فضل لما حكم تجيب المأذون قبل ما يدفن ابويا. جدك كان قلبه قاسي لكن حجاني. اللي هيشتغل شغلانته دي وما يكونش قلبه حجر هيتاكل واكل يا ولد اخوي. شغلانة ايه يا عمي؟ العيشة هني كلها عايز ابو قلب واعر لك ليعرف يعيش. المهم جدك قبل ما يموت بساعة قسم الورث واحنا رضينا باللي قاله، والجرشنات جاهزة تاخدها معاه، واذا حبيت تبيع حقك في الطين والنخيل بنشتروه منك. جرشنات يا عمي وطين ايه؟ واحنا في بيننا وبين بعض الكلام ده برضه. لساك معيش تاخد قرشينات تدخلها في تجارتك؟ يا عم ما قلت لك خير ربنا كتير. بس القرشينات اللي هنا ياما واحنا ما نعرفوش نعملوا بها حاجه، وخصوصا بعد ما جدك مراح وانت عندك تجاره تحب السيوله. سيبوه براحته وادوا له حقه، واذا اختكم نتيبه حبت تدي اشجان حقها في حياتها يبقى ياخده معاها. فهم الولد بالراحه عشان يرتاح. دلوقتي نشرب الشاي ونقول كل حاجه على بلاطه. انا برضه احب كل حاجه تبقى على بلاطه. ايوه بس خلي بالك دي مش زي اي حاجه. الحمد لله يا رب. كملي واكلك عاد. والله شبعت يا حاج. دايما عامل بحس كده وبحس اخواتك الرجاله. ربنا يكرم قصرك يا مرت الغالي. ربنا يخليك. بالراحة يا أشجان عشان اللي ببطنك يا بنتي. خفيفي يا مكرم. واه يا بنتي حبلي. ادعي لها ادعي لها يا حاجة. ادعي لها ربنا يكمل لها على خير إن شاء الله ويحقق حلمي يا رب. يحقق حلمي. نفسي نفسي كده ربنا يكرمنا بعبد الرحيم الصغير. أيوة بس كيف يعني؟ ما تستغربيش والله شايفاه في المنام وانا واقفه قدام الكعبه وهو على حجر كده بيضحك تقوليش بدر منور. عملتولها عمليه اياك؟ لا عمليه ولا حاجه، العمل عمل ربنا وربك لما يريد يا حاجه.
نعمة بالله. يبقى جوزك الاولاني هو اللي ما كانش. ولا اولاني ولا حديث مالوش عازة يا أمّا. كنا حبلة وخلاص زي ما ربنا أراد الحمد لله. ونعمة بالله يا بنتي، بس أنتِ كبيرة على الحبل والولادة. يوه، مفيش حاجة كبيرة على ربنا يا حاجة. ما بقول لك ربك لما يريد. يسمع من بوقك ربنا. قولي لي بنتي مليحة معاكي، بتسمع الكلام ولا لا؟ يا سلام، أشجان طيبة وبنت حلال وشايلانة فوق راسها. ربنا يكرمنا بيها. اسأليها هي لكون حد مقصر معاها ولا حاجة. مبسوطة مع مرت خالك؟ بلك يما، لما جدي فضل جوزني عبد العزيز بالقوة كانوا رماني في الجنة. ما جيتش من ساعتها غير النهاردة. أصيلة يا أشجان وبنت أصول. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. وما تسيبيش الجنة وتجي تقعدي مع أمك سبوع ولا تنين. اسألي جوزي زي ما يقول يكون. لا، اللي تقول عليه الحجة راتيبة يمشي على الكل. وانتي حبل في شهرك الكام؟ تالت. قول يا رب. يا رب يا رب يا بنتي. يا رب. يا نهار اخضر، حاطين الفلوس دي كلها في بطن الكنبه ومش خايفين؟ ومين اللي يستجري يجرب من الدار يا عبد العزيز؟ الولد ما يعرفش مين جرابه يا وهدان. لا عارف، ده انت صرفتوني ورفعت راسي في الشارع. لو حد ضايقك تاني قول ومالكش صالح. هي اشجان ما قالت لكش حاجه؟ لا قالت، قالت كل خير، بس يعني هي ما جابتش سيره فلوس ولا شغل، دول ملايين. والكنبتين اللي قدامك دول كمان. وانتوا ناويين تدوني انهي كنبه بقى بالصلاه على النبي؟ والله بدينا نعطيك الثلاث كنبات. ولا شيء. احنا ما بنهزروش في الحديد ده. هو لا مؤاخذه يعني جدي كان بيشتغل في ايه بقى؟ جدك فضل كان ليه في كل حاجه. ولما قلنا لك خد القرشينات ما كناش هنجاملوك ولا نستجدع معاك. والنهارده انت اللي هتوقف جنب ناسك. وانا رقبتي سداده. بوك الوحيد اللي اتعلم فينا، عشان كده كان نافر من شغلنا. وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه. كان عاوز يقدم كفنه بيده لناس بيزحمونا في تجارتنا. اللي هي ايه بقى؟ اي حاجه تجي على بالك تجيب فلوس. جمد قلبك يا ولد اخوي، لسه ما جاش وقت الخوف. وانا قلبي جامد وزي الحديد. انت مش هتقول انك مشغل اخوك في بنك؟ خلاص اتشطر ودخلهم، بس تسأله الاول قبل ما تعمل اي حاجة. هو بصراحة ربنا يا عم المبلغ كبير ومحتاج يعني ياخد وقته قبل ما ينزل السوق. واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراق استيراد وتصدير؟ عندي دي سكة مليحة قوي، بس حرص يا ولد اخوي، في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوك الحكومة ما طلعوش منها لحد دلوقتي. مفهوم مفهوم. وانا بقى بالصلاة على النبي كده نصيبي لوحده يطلع كام؟ حوالي نص مليون اخضر، ده غير الطين والنخل والمواشي. هتبيع ولا تسيبهم ونجيب لك ريحهم؟ لا يا عم خليهم كده بريحهم، تجيب واحد برضو. عاجل عاجل يا ولد اخوي وشاري ناسك. اللي بتعملوه معايا يا عم واللي عملته أشجان يخلينا اشتري التراب اللي بتمشوا عليه. احنا ما بنبيعوش لحمنا يا ولد اخوي. قوم قوم نام وربنا يسويها مع طلوع النهار. اه ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عال العال بأمر الله ان شاء الله. Thank you.
ها فهمت حاجه؟ مش قوي. باختصار كده موضوع الارض بتاعتك وبتاع روان خلص خلاص. خلص ازاي يا باشا؟ تصدق بقى يا زيزو انت كان عندك بعد نظر، يعني لما الراي العام سكت والجرايد بطلت ونسيت الموضوع ده من 6 اشهر التخصيصات نزلت رسمي وبامر محكمه كمان. والله يا باشا ما عارف اقول لك ايه، ده انا كنت بدفع الفلوس دي وايدي على قلبي. وانا متشكر لك يا زيزو، مش هنسالك الجميل ده ابدا. متشكر ليه انا؟ على ايه؟ لا ما هو انت لما جيت تدفع لي نصيبي تدفع لي فلوس، يعني انت ما كنتش واثق في المشروع من الاول، بس انا كنت متاكد ان انت بتعمل كده عشان تنقذ حمله الانتخابيه. هو ده بقى الجميل اللي مش هنساوي لك ابدا يا باشا. يا باشا ده الخبر اللي انت سمعته لي ده هو الجميل الاصلي. خلاص يا بطل، دلوقتي بقى تقدر تروح تكمل تشطيبات وتدهن وممكن تعمل نشاط كمان. بص انت لو عايز تبيع انا ممكن اجيب لك سعر حلو جدا. دي روان هتفرح بالموضوع ده جامد. روان روان بقى تلحقها ما تلحقهاش. ليه يا باشا خير مالها؟ روح زورها يا زيزو. هكلمها وازورها بس اعرف بس مالها يا باشا. لا ما هي مش هتعرف ترد عليك، بس انا هطلع لك تصريح عشان تروح تزورها. تصريح؟ تعال يا روان. قدامك ربع ساعة. ايه اللي حصل؟ كان عندي مديونات كتير وانت طنشت وقعدت تقولي استني شويه استني شويه، ما انت مش عارف اتلم عليا اصحاب المديونيات والبنوك وخدوا عليا حكم. مش بقولك شويه حراميه كام طيب طلعت من هنا؟ ايه ده انت ناوي تبقشش عليا ولا تعمل نمره جدعانه؟ ما شاء الله لغتك اتحسنت قوي من القعده في السجن. أبقشش عليكي وديكي على قفاكي كمان، المهم تخرجي. أنا مش عايز أشوف منظرك كده. أنت حبيتني ولا إيه؟ وأنا حمار عشان أحب واحدة رد سجون زيك. رد سجون إيه؟ على فكرة الزنزانة بتاعتي بعد ما أخرج هتبقى مزار سياحي، وتفضل بقى امشي من هنا، كفاية فرج عليا لغاية كده. يا بنت قولي كام الله، بس خليكي حنينة، قولي الحد الأدنى، مش أنت تروحي تتدبسي وأنا أعد. ما أنا يا زيزو مش عايزة ورطك معايا. كفايه وردتك معايا في القارة. يا ست انا بقى بسطات في المايه العكر، انا مش جاي انقذك ولا حاجه، مش انت لسه شريكتي؟ خلاص هدفع لك الفلوس ونفض الشراكه. هو انت عارف اصلا تتصرف في نصيبك اللي انت اشتريته عشان تحط عليه نصيب انا كمان؟ يعني امشي؟ انت حر، سلام. استنى. 2 مليون ونص. كم؟ 2 مليون ونص. وانا دفعت. وبأمر اللي لما تخرجي ورجلك تشيلك انا تحت امرك. يا سلام، ده اقل من نصيبي بكتير طبعا. يا ستي ما القرية كلها تحت امرك، ابقي شرفينا انت والحاج اعملوا عندنا ديوز. اي نعم انت انتهازي وبتستغل مواقف بس بحبك يا ميزو. مشيها صحوبية احسن. من الحق ابعتيلي واحد بتثقي فيه معاه توكيل منك يمضي مكانك ويقفش الفلوس بس يجي يوردها هنا. ها سلام يا سوابق. ما تقولي بس ايه اللي مضايقك؟ الواد جالك يمكن 6 مرات وانت برضه رافض، والشارع كله راكب فاترين محمود. الا انا يا امدي، الا انا. وللواد ده بالذات برضه لا. طب ايه اللي مزعلك؟ مخبي عليا ايه قولي؟ لو كان راجل بصحيح كان عارف ان فيه كبير لازم يعتذر منه ويتحقله، لكن للأسف هيفضل عيل وهيصغرني معاه. يا معلم افهم بقى، العيال دي زمن غير زماننا احنا خالص، ولا انت نسيت زمان؟ كان اللي يقب بدماغه كده نسحله ونسحل ابوه وكل عيلته واللي وراه كلهم، لكن العيال دي لأ، العيال دي حاسة ان هي عملت نفسها وملهاش كبير، زرع شتواني، رغم ان هم خارجين من تحت ترسنا، لكن انسى مش كده. بقول لك يا حاج، احنا ما نقاوحش بقى ونمشي مع الموجه. بص المعرض عامل ازاي بذمتك؟ ده منظر. صدقني صدقني لازم نجيب فاترينه محمول نحطها. مش هيحصل يا مديل. طب لا مؤاخذه يا حاج، يعني وانا عارف ان انت ما بترفضليش طلب، يعني حاجه ليا بقى، انا عايز اجيب فاترينه محمول احطها عندك في المعرض. انت بتضحك عليا يا مديل؟ مش هتاخد البضاعة اللي انت واخدها منه تحطها عندي؟ روح قول للواطي لبلاش.
الوطي مين يا حاج؟ يعني هيكون من غير. روح اقول له روح لعمك الشرشابي اعتذر له واطلب منه السماح. ماشي، عايز تشغلني مرسال بينك وبينه؟ ماشي، عشان انت حبيبي بس. عطية بعد عليها في المعرض. لا يا حاج. عطية مش هيعد عليك في المعرض يا مديل. وارجوك سيبنا نتصرف زي ما احنا عايزين. ماشي يا حاج. ماشي. مع السلامة. من غير مؤاخذة كده يا حاج، أنا عايز أعرف بس حضرتك مش موافق ليه إن إحنا نشتغل في المحمود؟ ده الشارع كله يا حاج ساب الأجهزة الكهربائية ونقل على المحمود، ده هوجة وهبت على الشارع. حلو يا عطية. روح لقنديل ولا وزيزو اشتغل معاهم، هنا لا. لا يا حاج أنا ما أقصدش الكلام ده، أنا بس بتكلم في المصلحة يعني. مصلحة؟ روح أنت عطية. ماشي يا حاج. ليك يا اقعد يا سناء. عايزه كام يا سناء؟ مش عايزه فلوس يابا، عايزه رضاك. لو كان يهمك رضايا كنتش عملت اللي عملته. سيبك مني، انا امي فوق عيانه ما بتخفش، عيانه من يوم ما طلقتها. طب اطلع بص عليها، دي مستنياك من يوم ما شهور العدة خلصت عشان خاطري يابا. مش لما نكتب عليك انت الاول؟ يابا بقولك امي عيانة. لو كان ينفع كنت تبرد منكم، لكن هعمل ايه؟ لحم لحم وقاعدين على كتاب، لحم وصاب الخطر، هعمل ايه؟ اتبرى منه ما ينفع؟ ربنا يريحني منكم ولا يريحكم مني عشان اخلص. شفت اخوك الفلاح بعت لي ايه؟ صور، صوره مع الهانم بدل ما يبعت لنا فلوس نسدد الدين اللي علينا. تلاقيها هلا هي اللي بعتها عشان تقول لنا يعني ان احنا كنا غلطانين لما رفضنا الجواز. يا بنتي كلمه في التليفون او ابعتي له حتى جواب قولي له يبعت لنا الفلوس حتى لو بالقسط. حاضر يا بابا، انا هكلمه. بس انا بقى يعني جاي لك النهارده عشان اقول لك خبر هيفرحك قوي. انا في خبر واحد بس اللي عايز اسمعه، هو ده اللي طمنا عليك، نفسي اسمعه. ما هو ده الخبر اللي انا جاي اقوله لك. ايه ده؟ حصل؟ حصل يا بابا، وانا لسه جايه من عند الدكتور وقال لي ده عيبه الشرشبه هتتجنن. بقول لك ايه، هو جوزك كان معاكي؟ لا ما كانش معايا، انا هطلع البيت دلوقتي استنيه عشان اقوله. ربنا يسعدك يا بنتي. ادعي لي بقى يا بابا، فاضل لي 9 اشهر ما تبطلش فيهم دعاء. حاضر، بس انا والله طول عمري بدعي لك يا ابني، والله العظيم بدعي لك ان شاء الله هتجيبي الحاج لطفي الصغير. لا لا او تجيبي الشرشابي لحسن، ايه زعل مننا. ربنا هيكرمك ان شاء الله يا بنتي. ان شاء الله يا بابا. يلا مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا ريت التليفونات مخطوطه. يلا يا سيدي اتفضل، نبيع على وصل العمله وبصوله. عمد على ايه الكروته دي بقى؟ لا يا عم احنا مش لازم يعني ناخد وصل عمانه منك بالفلوس اللي احنا سلمناها لك ولا ايه يا بركه؟ ادي النصاحه والحلاوه دي، بسم الله ما شاء الله اتغيرنا كده واتنطقنا وبقينا فلنا. انت مش بتستلم وصل الامانه بتاعك بتاع البضاعه اللي انت سلمت ثمنها؟ اه صحيح. ايوه بس موضوع وصل الامانه والشيك والبصمه دي حاجه كده مش حاجه مش حلوه يعني، انا حاسس ان انا واقف في اسمي يعني بتفايش يا عم ايهاب. وبعدين الحركه دي مش شيك. مش شيك؟ بسم الله ما شاء الله احنا اختلفنا خلاص، قميص هواي وكرداني كراشه ودلع دلع خلاص، عملنا فلوس بعد العصير والتنشيف والتبليل. ما هو لازم يا باشا، لازم دي لازم تتوجد السكه ما بين الزبون والبياع. وبعدين انت ما كنتش كده يا عم اياد، ايه اللي حصل لك؟ انتوا اللي غيرتونا بقى. بعدين افتح بقى الراجل اللي عامل لنا مصلحه بناكل منها. ايه عليكوا يا عم فاشلين؟ انا هنا دي وجايين ماشي يا معلم. بقول لك عمر، عمر يا بركه جبت الخطوط؟ جبت الخطوط وورطت تمن القديم، بس انا عايز بقى اطلب منك طلب. عايزين نعيد كل حاجه في الدفاتر اول باول عشان نسلم حساباتنا مظبوطه للمحاسب القانوني ونخلص خالص من حوار الضرايب ده. خد هنا تعالى، انت اللي معادك هنا، روح اقف في المحل الجديد. يلا يلا اتكل على الله. خد يا تعالى اتكل على الله، انت لسه هتقول اتكل على الله. انت بتقلشني ليه بس؟ واقف بتكلم معايا يا عم، مش وقته، عندنا شغل مهم بقى عشان خلص بس كده. يا عم وليد ما تعاملني حلو يا عم، ده احنا واكلين عيش مع بعض. حاضر، المحل الجديد اللي هناك ده شايفه؟
احنا فتحنا محل جديد تخيل. روح اقف فيه بقى. يلا يلا اتكل على الله. اتكل ماشي. بقول لك ايه، عايزين نعمل ريفريش للايميل نشوف الناس دي بعتت الايميل ولا لا، لان كده اتاخرنا عليها 3 ايام. شفت بقى شفت بقى ان انا كان معايا حق لما قلت لكم ان الناس القديمه سالكين عن الناس دول ومحترمين في مواعيدهم. ايوه بس كده سعرهم احسن. بقول لك ايه، احنا عايزين نسخه ويندوز شرعيه، لان بتوع المصنفات دول ممكن عاملين مشكله. لولا كلمت مكتب زيدان الدوري كانوا دلوقتي اخذوا الكمبيوتر بالشغل اللي عليه. ما تقلقش هشوف انا على الموضوع ده. قولي بس احنا عندنا هنا بضاعه كافي كام يوم؟ 3 ايام. اصل اخوك يا سيدي بقى بياخد نص البضاعه يبيعها نص جمله للست اسمها روان دي. انا كلمته على فكره وقال لي ان هو جاي الليله دي. بس انت برضه ما قلتليش يعني ايه رايك في شغل زيزو اللي داخل فيه بتاع السياحه والجو اللي هو عايش فيه. انا بيني وبينك كده مش مستريح، حاسس انها مش نظيفه. لا بس كان شكلها نظيف والله. يا عم انا مش بتكلم على روان، انا بتكلم على المصلحه. المصلحه دي شكلها شمال. والله انا اتكلمت مع اخوك وقلت له وجهه نظري ما رضيش يسمعني. اخوك اتغير بشكل واضح، وبعدين بقى بيعتبر سبوبه المحمول دي على الهامش. بيني وبينك يا اياد انا خايف على زيزو قوي. الناس اللي هو شغال معاهم دول اللي يخش جواهم بيشيلوه على كفوف الراحه بس طول ما هو قادر يشيل، لكن اول ما بيقع محدش هيسمي عليه. خلاص، ما هو مجلس الشعب بقى بيعتبر دلوقتي صمام امان عشان يمرروا القوانين اللي هم عايزينها. خليهم يغرقوا البلد. بيني وبينك يا اياد انا ما بقتش احب افكر في الاوضاع دي، لاني لما بفكر بتخنق قوي وبخاف على البلد قوي. لا بقول لك ايه، خاف على شغلنا الاول. روح على البترين لم القرشين اللي باعوا بيهم، عايزين نخلص اللي ورانا. ده انت كده بقى ناوي تشغلني عندك سكرتيره. طب ايه رايك بقى ان سيادتك من النهارده المدير المالي والاداري والتنفيذي للقريه المتواضعه دي؟ يا سلام، شوفي لك بقى ايه سوتي يعجبك يبقى مقر اقامه دايما. زيزو ما تعصبنيش، انا ماليش اصلا في المنفى ده، شوف لك حد غير يا اخي. واحنا بنهزر. الله، وبعدين انا ما ثقش في حد غيرك يا روان يدور القريه دي. يا ريس مين يعرف يدورها غير روان؟ يعتبره وضع مؤقت. خلاص بقى يا روان هانم، الباشا حلف. خلاص ايه بس يا زيدان بيه؟ يا ستي كلها اسبوع، ونروح نقابل سياده المحافظ نخلص الموضوع اللي احنا بدأناه معاه. اه بالمناسبه يا زيزو، انا عايز تاخد بالك كويس جدا من الراجل ده. الراجل ده وعدني انه هيسلك لنا شويه اراضي حلوين، ممكن يدينا حته على البحر. ها؟ يعني لازم تاخد بالك كويس جدا. فتجمع بقى اكتر عدد من السيوله ممكنه في الفتره القصيره جدا دي، عشان لما الاجراءات تبتدي تبقى انت جاهز. والله يا باشا الراجل ده مخلص. اهو كل الوطن يا زيزو. باشا لما الحق موضوع الحزب الوطني اللي حضرتك يعني عايزنا ابقى عضو امانته، ايه نظامه ده؟ انت فاكرني بهزر؟ الكارنيه بيجهز ديجا يا زيزو. الكارنيه بيجهز ديجا؟ اه بيخلصوه يعني. يعني ايه يا باشا بيجهز ديجا؟ يعني الكارنيه بيجهز يا زيزو. ما انت كل شويه بص، عيبك انك فاكر كل حاجه تيجي بالصدفه وبحسن النيه. لا طبعا، ما هو زيدان بايده في كل حاجه. طيب شوف لنا بقى عربيه توصلني المطار. ميرسي يا وانا هانم. It's a pleasure. Thank you. أنا مستنيهم عليك قدام الرشاف سنة باشا. طيب يا زيزو استنى هنا، أنا عايزاك. أنا من سكرتيرة أهلك عشان تورطني الورطة ديت. أنا هاكلها بمزاجي لمدة أسبوع واحد بس. يا بنت افهمي، احنا هنبقى شركة في كل حاجة. وأنا عايزك تركزي بقى عشان لما تدوري المصلحة تعوضي على أقل مصاريفنا. لا يا حبيبي، أنا ماليش دعوة خالص بالمكاسب بتاعتك ولا خسايرك. أنت ليك أسبوع عندي، تجيلي ومعاك المأذون. ليه؟ ليه؟ عشان نتجوز. نتجوز مين؟ تتجوزني. احنا كده كويسين يا روان. كده 100 زي الفل. من الحق عايزك تبقي جديده شويه مع العمال هنا لحسن ياكلوكي. باي باي على تليفون. ماشي يا زيزو، هشوف اخرتها معاك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت لابسه كده ليه؟ عامله لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ مش هينفع كده وانت واقف. تعالى. انا عايز الحق الشغل، عايز الحق انام شوية. انت لسه جاي من الشغل هتنزل تاني؟ انت عارفة مواعيدنا مش جديدة يعني. تليفوني جيبني وتليفوني وديني. ايوه بس انا مش هقدر اقول لك المفاجأة وانت مكشر كده. اتفضلي. في ايه؟ الخبر اللي نفسك تسمعه من زمان. اللي هو؟ خمن كده، ايه اكتر حاجه نفسك اقولها لك من اول ما اتجوزنا؟ اكتشفتي؟ انا حامل. حامل؟ ايوه، مالك اتخضيت كده ليه؟
حامل يعني لازم تجهز نفسك بقى ان هيبقى في زن كتير في البيت وهيبقى في دوشه وهيبقى في كل ربع ساعه غيار ها يعني ما ينفعش التكشيره دي تفضل موجوده على طول. ايه يا عاصم مالك شكلك يعني مش مبسوط؟ لا لا ايه انت عامل كده ليه؟ تمام انا تمام يعني لا ابتسمت ولا فرحت ولا حسيت حتى ان انت يعني مش عارفه وانا عامله بقى في نفسي العمايل ولابسه وعامله لك مفاجاه يعني ورحت مديني الوش الغريب ده. لبنى مبروك يا حبيبتي الف مبروك. الله يبارك فيكي. تعالي بقى شوف ابنك اللي قاعد لي مبوز فوق ده. مبوز ده احلى خبر يسمعه راجل متجوز في حياته. تلاقيه بيتدلع عليك. شفتي اهو متنح كده من اول ما قلت له. كلهم بيتنحوا كده لما بيسمعوا الخبر ده. امال هتعمل ايه لما يشرف يا ابو العيال ويديك بالشلوت وياخد حضن امه وحبيبته. شوفي بقى يا ست الستات انا كلمت لكم مفتوح علشان تيجي تقعد معاكي هنا ابتداء من بكره. مين المفتوح دي؟ دي اللي هتعمل كل شغل البيت وانت بقى تقعدي قدام التلفزيون تاكلي وتشربي لحد ما تقومي بالسلام. مش للدرجات دي يعني الحركه برك. يا عم ما تروق بقى وقول لمراتك مبروك. ما كنتش عايزه كلمني ما كنتش عايزه. انا هقوم انام. سيبك منه هاتي انت بس نص دسته وسيبيهم عندي اربيهم. انا في ديك الساعه لما اشيل ولاد عاصم. بصي بقى يا لبنى يا حبيبتي انا عايزاكي من هنا ورايح تعرفي ان انت بتاكلي النفرين يعني لازم تتغذي كويس. تشيلي حاجة تقيلة؟ لا. تتشعبطي ولا تقعي ولا تقومي تجيبي حاجة عالية برضو؟ لا. وعايزك يا حبيبتي بقى حكاية الشغل دي تنسيها خالص لحد ما تولدي وتقومي بالسلام. اتفقنا يا ام عمر؟ حلو اسم عمر. مال ده اسم جده عمر عاصم عمر الشرشابي. مفيش حاجة ماما خالد الهدمتين غسلتهم وهنشرهم عشان ينشفوا لحد الصبح ان شاء الله عنهم ما اتنشروا ولا اتغسلوا من اصل. انت يا بنت مش خايفة؟ ده انت على اخرك القرن يطش. قرن ايه يطش يا ماما خالد؟ لا مفيش حاجة. هاتي 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 بس هاتي انشرهم انا وخش نام وتدي ضهرك كده. ضهر ايه اللي بيجي زي الفطيرة ده من النوم؟ هاتي يا ماما خالد وشوفي مين اللي على الباب يلا. الله يفتح عليكي. عفوا على فيس. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا امه. الله يسلمك. ايه الغيبه الطويله دي؟ الله انت عايزين نازل جنب كده على طول يا امه. وليد هنا ولا بره؟ وليد اخويا قاعد على الترترليت ده. على ايه؟ الترترليت اللي جوه ده. يا امه اسمه الانترنت. الانترنت يا اخويا الانترنت الانترنت فين يا امه؟ صممت تغسل النهارده وهي على اخر وهي في البلكونه بتنشر الغسيل يا امه. والله قلت لها لا انشره انا. طب خلينا اشوف زوري ابنك. عيش وجبن يا ابني. ليه بس يا اخويا ده كتير؟ اه يانا يانا من اللي احبه يانا ناس تنام الليل وانا سهرانه عندي جنينه تطرح الورق الاخضر طرحت بشاير وانت جاي بتتمخطر انا جايه عندك اشبكك يا الاسمر شبك الغرام والقلب ولع يانا اه يانا يانا فزعتني. فزعتني ايه شفت عفريت يعني؟ لا ازاي ده انت زي القمر منور كمان. وحشتيني انت كمان وحشتيني بجد؟ جد وحشتك قوي يعني؟ قوي. اما تجيب حضن بقى كل خلقات ميه هبهدل لك البدله. فداكي 1500 بدله يا غاليه يا ام الغالي. جدي عبد العزيز ولدي غالي عندك؟ لا امال ايه هو يعني ولدك لوحدك ولد انا كمان. يلا بقى الجدعاني عشان تخلفي لنا واد كده شبهك. لا انا عايزه شبهك انت. رخص
بقى معقول يسيب الحلاوه دي كلها ويطلع شبه انا؟ ده يبقى واد خايب. عموما نسال صاحب الشقه. اساله. واد يا عبد الرحيم، عايز تطلع شبه مين يا واد؟ مين؟ انا عربي يا ده بقول شبه امي. الواد ده مجنون ولا ايه؟ حقك عليا، حقك عليا يا اشجان. ليه بتقول كده؟ حاسس اني عرفت قيمتك متاخر، متاخر قوي كمان. لا ما تتغرش في نفسك قوي كده، انت كمان بتموتي فيا. ابص عينيكي هتتجنني كده عليا. انا بحبك. وايه كمان؟ قديمه. سلامتك يا الله. هو ماله الدواء مش عايز يجيب نتيجة ليه؟ أنا دوايا في إيدك يا سناء، وأنت دواكي في إيد بخيل. لا راضي يرحمك ولا صعبان علي حالك. معلش يا الله، بس وحياتك عندي ما هسيبه غير لما يركع على رجلي ويطلب مني السماح يا الله. ما حصلتش قبل كده عشان أصدقك يا سناء. يا بنتي كل حاجة في الدنيا ممكن تيجي بالخناق إلا الجواز، لازم يجي بالاتفاق. هنقول ايه؟ ربنا يصلح الحال ويقرب البعيد يا رب. نامي يما، نامي وارتاحي، واذا كان على دواكي حدويكي وحتقومي بالسلامه ان شاء الله. يا رب. ليه ياض؟ مش قدها ولا منشبهش؟ ازاي بقى، ده انت قدها ونص. بس امك مش هترضى تسيب الشقه دي مهما عملت. لا ما احنا هنقول لها ان احنا هنسيب الشقه كده، متحف مزار سياحي في قلب المنطقه. يعني انت خلاص خلصت في الشقه الثانيه دي اشتريتها؟ خلصت وفرشت كمان. ايه ده ايه ده، وانا اخر من يعلم؟ رد انت اول من يعلم، انا جاي اقول لك اهو. ده انت ليك اوضه، امك ليها اوضه، وانا واشجان لينا اوضه، ده غير شيبسن بقى حاجه تشرح. يا عيني. بقول لك يا زيزو، انت خلاص قررت تعيش مع اشجان؟ يعني صرفت نظر عن موضوع الجواز ده ولا ايه؟ طب انا بقى هرضى ذمتك. انا لو لفيت الدنيا دي كلها انا اجدع واحن من اشجان. بصراحه استحاله. طيب اديك قلتها. قول لي انت بقى عملت ايه مع البنت يالا اللي انت شورتلي عليها في البنك؟ هي اسمها ايه من الحق؟ نسمه. يا عيني عليك يا ابو الانسام، ظبطت نفسك معاها ولا عاشق الجسد فاني؟ ازاي بس، ده حتى المثل بيقول ما شابه اخاه. انا اتكلمت معاها في كل حاجه وهي فتحت امها، بس احنا يعني مأجلين الموضوع شويه عشان هي لسه في سنه اولى وبتدرس. وماله، ما تخلص وتاخد شهادتها وهي في بيتك. ما تقلقش عليا، بس قول لي انت بقى عامل ايه في شغلك عشان انا بصراحه قلقان عليك. لا سيبك انت من شغل وخليك في نفسك وبس. بقول لك ايه بقى، ما سيبك من دور الابوه اللي انت عايش فيه ده. ايه مش لايق عليا ياض؟ ازاي بس، ده لايق ونص. كفايه ان انت مكفينا، خلينا مش عايزين اي حاجه. بس انا بصراحه بقى قلقان عليك من الجماعه بتوع الحزب دول. ومالهم بقى بتوع الحزب؟ ما ناس زي الفل ومموتين روحهم عشان يخدموا البلد دي. ده حتى انا اكتشفت ان الدوري باشا عامل كارنيه كده في حاجه اسمها امانه التنظيم. مش في كده برضه؟ ده في كده واوسخ من كده كمان. انت بتقولي هنا يعني ايه سنة مش لاقياه؟ يعني هتبقى راحت فين؟ طب فين؟ فين؟ ايوه يا كريم، سناء ما جاتش عندك؟ ما جاتش. انت مال اهلك، ما جاتش وخلاص. مع السلامه. عاصم اختك مش لاقينا في اي حد. اسأل عليها في أي مكان يا حبيبي، شارع بتاع، في أي مكان، في المستشفيات، في الإسام، أبوس رجلك. عطية
اعمل حاجه مره شوف المحلات اللي حوالينا تكون ستك سناء في محل منهم ولا بتاع لو شفتها تعالى ده. حاضر يا حاج عناية. الله يخرب بيت سنينك. انا بس مش فاهم مين اللي لعب لك في دماغك دي. التصريحات الفشنك بتاعت رجاله الحزب عن معدلات التنميه الاقتصاديه اللي كلها كذب في كذب هي اللي لعبت في دماغي وفي دماغ الناس كلها يا عم زيزو. يعني بتاع الحديد ولا بتاع السيراميك التاني ده لما يجي يحط 100 مليون ويجي اخر السنه ياخدهم 107 مليون بقى معدل التنميه الاقتصاديه 7%. تمام مظبوط، بس ده معدل التنميه للمنتفعين. الشعب ما بيستفدش اي حاجه من الكلام ده. الشعب كل يوم بيجوع اكتر والعيشه بتغلى عليه اكتر واكتر. وانت مالك ومالهم يا حمار انت؟ يا دي انت خلاص بقيت بيه باشا. وبعدين الناس دي بقى انت مش عارفهم، الناس دي هم اللي حامين البلد. وانا عشان بقيت بيه باشا انسى الناس وانسى اصلي. وبعدين معلش الناس دي حامين البلد في ايه؟ حامينها من الحراميه، من المتطرفين، من الناس اللي عايزه تخربها وتجيبها على الارض. من الحراميه؟ اذا كان هم اللي واكلينها ولا ده انت عارف ومتاكد ان الناس دي كلها مشبوهين والحزب بتاعهم ده مجرد وكر، وكر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسرقوا الشعب ازاي ويخلوا خير البلد ازاي. ولا بس يلا مش عايز اسمع الكلام الخايب ده. عشان انت متاكد من الكلام ده وعايشه وعلى يدك. زيزان الدوري اللي هو نائب المنطقه بتاعنا ده بقى نائب المنطقه الابدي، كان المنطقه كلها ما فيهاش راجل تاني غير زيزان الدوري، مع ان انت عارف ومتاكد ان كل تسهيلاته وتشيلاته شمال، يعني ابجني تجدني. التسهيلاته وتشيلات الشمال دي يا حبيبي هي اللي عملتك بني ادم، هي اللي شغلتك في بنك قد الدنيا واصحابك لسه قاعدين على القهاوي. وانا بقى مستعد اسيب الوظيفه دي من بكره ما دام جاي من السكه الشمال دي. جرى يا زيزو هو اللي مش لاقي هيموت من الجوع ولا ايه؟ اسمع بقى يا وليد، انا من الصبح مديلك وداني عايز اعرف ايه اللي جواك، لكن لو وصلت لكده لا. ايه عايز ترجع للفقر والذل تاني؟ يبقى انت ما فهمتش كلامي يا زيزو. الناس بقى الناس مش لاقيه تاكل، البلد غرقانه في بركه فساد والغلابه. اوه ده اتلحنها لي. الغلابه ليهم ربنا يا اخويا، والناس دي بقى كل يوم بتعمل حاجات عشان حاسه بالغلابه. عايز تحس بيهم انزل اشحط معاهم، بس ده بقى كلام تاني. انت اللي بتقول الكلام ده يا زيزو، ده انت اكتر واحد ما ينفعش تقول الكلام ده عشان انت ذقت وعشت عيشه الغلابه. قوم يلا قوم افتح الباب، قوم افتح الباب. ماشي هفتح الباب بس هرجع اتكلم معاك. هو فين؟ وانت ايه ده؟ هو انا في وشك كده ليه؟ عايزه منك ايه يا زيزو؟ مالكش دعوه انت يا وليد، خش اوضه. مش هيروح في حته ومش هيدخل في حته. هيقف هنا لغايه لما يتفرج على اخوه الكبير بيعمل ايه في الناس. مش وقت الكلام ده سناء ولا مكانه. لا وحياه امك، ما بقتش اكل في الاوانطه دي. انا اديتك مهله اسبوع، رميت لي ورا ظهرك ست شهور، ست شهور ما فكرتش فيا. اخوك اتجوزني عرفي ولما ابويا مسكنا هرب وناسي الفضيحه بتاعته. صحيح الكلام اللي بتقوله ده يا عبد العزيز؟ قلت لك خش جوه يا وليد، خش اوضتك. عايزة ايه يا سناء؟ هقتلك وهقتل نفسي عشان ارتاح. ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ شيل البتاع ده احسن لك. ما بقاش عندي حاجة خايفة عليها ولا حاجة عايشة عشانها. عايزة تموتيني؟ اضربي اضربي. بحبك اكتر من نفسي، بس انت جبان وندل. الحقني يا عبد العزيز. عبد العزيز امسكي نفسك يا اختي، امسكي نفسك. بالله بتولد يا ابني، بالله. طب يلا يلا على المستشفى بسرعة بسرعة يا ابني. على طول يا اما. اشجاني يا حبيبتي، ردي عليا يا دنايا. ردي عليا. ايه ده بقى؟ مش كده بقى؟ مش كده. ان شاء الله هتقوم بالسلامة. احمد ربنا انها جابت لك ابنها. احمد ربنا انها جابت لك. يا ابني اهدي روحك، ساعات بيحصل كده عشان بكريه. وكمان جايبينها والعيل بينزل، وكمان اكتشفنا ان عندها مشاكل في الرحم، وزي ما عرفنا دي اول ولاده ليها، وبعدين سنها مش صغير. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني ايه الكلام؟ لو كنتوا جيتوا بدري كنا مشيناها قيصري، لكن اديها ولدت وربنا معاها.
هي نزفت كتير ونقلنا لها دم، هي نزفت كتير، كنا بنفكر نشيل لها الرحم عشان في دلائف كتير، لا الرحم عشان لكن نصبر لحد ما تقوم بالسلامه ونعمل لها الحزم تقوم بالسلامه ونعمل. طب ما توحد الله كده بقى وتيجي معايا نروح نشوفها ونطمن عليها، نشوفها ونطمن عليها. اهدى بس يا سعاصة، اروح ادور عليها في المستشفيات في اسامي البوليس. ربنا يسوقها يا رب وتيجي بالسلامة. ايه يا سعاصة؟ يا سماء انت فين؟ حرام عليك مال يا ست سناء، ست سناء مالها؟ اسعاف، اسعاف، اسعاف يا اخواننا. السلامة. إن شاء الله تسلم. عبد الرحيم جه يا أم عبد الرحيم. هو فين؟ عايز أحضن وردة. هو في الحضانة. ساعتين بس وإن شاء الله يجيبهولك. إيه الحضانة دي؟ وفي حد هيحضن ويحن عليك أدي؟ وردتك معايا يا عبد العزيز. طب بذمتك هو في أحلى من كده وردة؟ طول عمري حاسه اني هموت صغير، بس انا مش زعلانه. دي الدقيقه في حضنك وتطلع في عينيك تساوي عمر بحاله. اهو ده بقى الكلام اللي يزعل. شايفه معلقه لك دم قد ايه؟ نقلنا لك دم لحد ما قلت يا كفا، عشان انت حماره وما عندكش دم وبتقولي كلام يضايق. هتقولي ولادي عبد الرحيم. شوية هجبهولك، هترضعي وتربيني وتعلمي وتدخلي الجامعة وهتجوزي كمان، ايه رأيك بقى؟ خلي بالك منه وحطه في عينيك. مش عايز اسمع الكلام ده. قلت العزيز عايز اطلب منك طلب، بس وحياة عبد الرحيم ما تكسفني. بعد ما جبت الواد اطلب ان شاء الله روحي. تسلم روحك وتعيش يا حبيب. والله ده انت عوضتني عن العمر وهمه، وشفت الدنيا في عينيك، ومعاك جبت الولد ودقت الحب وحلاته وكلت الشهد من ايديك. عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي؟ لقيت الحياة جاية حلوة قدامك. ممكن اطلب الطلب؟ اطلع بر، سيبني الوحد. بعد دقيقتين تعال طل علي. مش هسيبك ولا دقيقة، انا جنبك هنا وهطل عليك كل لحظة، فاهمة؟ لك الشكر، كتبت لي عيشة جنب اللي حبيته، وعطتني فضل أكتر من اللي حلمت بيه بكتير. بس وحياة حبيبك النبي، لو إنهم زي الموت، عايزاك تكتب لي إني أشوف الأحلام الأخضرة، وأنا ما طلباش كتير. نفسي كل يوم أشوف عبد العزيز وحبيبي عبد الرحيم. أشجان أنت إيه؟ تعبانة أجيب لك الدكتور؟ أنت طبيبي وأنت حبيبي وأنت بولد عبد الرحيم.
بس قرب ودنك، نفسي اقول لك كلمه واحده كنت بكسف اقولها لك طول عمري. أنا كمان بحبك يا شجاع، والله العظيم بحبك، وبندم على كل لحظة ما حسيتش بيك فيها. بحبك يا شجاع. أشجان أمي أشجان ولدك جاي، عبد الرحيم جاي، عبد الرحيم جاي يا أشجان. سلام، رد علي يا بنتي، رد علي يا ابو سيدي. سنة ضاعت يا حاج. تقوليش كده يا حاجة، هتبقى كويسة إن شاء الله. هو الدكتور قال لك إيه يا بنتي؟ طب ما تردي، ساكتة ليه؟ طب ممكن نتكلم بره؟ سامحيني يا سنة، ظلمتك كتير يا بنتي، وجيت عليكي كتير قوي. يعني ايه بقى الكلام اللي الدكتور ده قاله؟ يعني عندها انهيار عصبي، هي غلطت اه، لكن الضغط اللي تعرضت له كان كبير قوي عليها، كسرها. طب يعني مش هترجع تاني زي الاول؟ يا بنتي ده نايمه مش حاسه باي حاجه. هي الدواء اللي بتاخده ده هيخليها تنام كتير، وانا هبقى معاها ما تقلقش. يعني التشخيص اللي قاله الدكتور ده لو في خطوره على حياتها هنوديها مستشفى نفسي. ايه؟ نفسي؟ بنتي مش مجنونة يا عاصم، بنتي مش مجنونة، بنتها تتعالج وهي هنا في بيتي. ان شاء الله بيع كل اللي ورايا واللي قدامي، ان شاء الله بيع بيتي كله. هتخف ان شاء الله. طب واللي حصل لها ده من ايه يعني يا لبنى؟ سناء راحت لزيزو امبارح. تاني؟ عمل لها ايه تاني؟ اتفضل يا عم. الصبر يا عم منك ليه؟ الصبر قلنا يا حلو الملامح منك ليه؟ دي فلوس ناس، وبعدين راجل في شده زي ما انتم شايفين، ودي امانه في رقبتي. رايك يا اياد يعني مين هيقف جنبه غيرنا؟ الله يكون في عونه والله. احنا واجب رجاله يعني واجب نروح نعزيه في البلد قدام قرايبه ولا ايه؟ ها؟ ايه؟ طب انت ما بتعرفش العنوان يا عم اياد؟ والله علمي علمك يا عم علي، عموما انا هخلص وهكلمه واشوف هو ناوي على ايه. علي أمر يا بركة، ده وصل الأمانة بتاعك، راجعه كويس وقطعه قدامي دلوقتي، فلوسك يا بيه. خلص يا عم علي. فلوسها شبرو يا جدع، ما تفوق لنفسك. فلوسها فلوس شبرو يا جدع، أنت أول مرة تشوفنا ولا إيه يا جدع؟ ما تطلع فلوسك. يلا يا شاطر منك ليه؟ صباح الفل. لحظة لما عاد. قطع فلوسك يا عم بكر. اتفضل يا عبد. 25000 جنيه. بقول لك ام الوليد فين يعني؟ المفروض ان احنا نسال عليه ونطمن يعني، ما تسيبوش لوحده. هخلص وعدهم يا عم. ما قلنا وليد في المستشفى مع الحاجه بيشوف عبد الرحيم في الحضانه بقى. ما شاء الله كبر بسرعه. الو. ايوه مين حضرتك؟ روان. روان مين؟ روان يا جدع، يا جدع روان اللي مشاركة زيزو يا جدع. ايوه ايوه يا هاني. ايوه يا هاني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ لا هو عبد العزيز بيه في الصعيد في البلد. لا هو للأسف المكالمة مش هتوصله هناك لأن الشبكة مش كويسة. لا هو البقاء لله في ظرف يعني. المدام اتوفت. نعم؟ بقول لك يا هانم، المدام اتوفت وهي بتولد فراح يدفنها في الصعيد. طب حضرتك في تحب رساله اوصلها له او في حاجه اقول؟ خرب اسود يا خرب اسود يا جدع، افهم بقى. ما كانتش تعرف ان هو متجوز؟ ما كانتش تعرف يا اخي؟ بس شكلي حكيت رسمي.
طب عك الفلوس وبسيدي واديني الوصل. قطع قطع قطع، ده انتوا بوسكوا فقر. سلام عليكم. يلا انت عكيت، اتكل على الله واحنا هنعد الفلوس مكانك. اتكل على الله يا جدع. على الله. يلا يلا. طب هات الوصل يا عم. خد يا عم الوصل بتاعك. اتكل على الله. اديني الوصل بتاعك. اتفضل. يلا. اوكي. استنى بقى. سلام عليكم. اهلا يا حاج لطفي. يا رب يا سيدي. خطوه عزيزه. الله يخليك. ازيك يا بابا؟ اهلا حبيبتي. تسلم. هي سناء صاحب، انت ممكن تدخل لها. لا انا هنقعد هنا شويه. لا. ادخل لها. ادخل لها يا حاج لطفي. ايه؟ يمكن بركتك تحل عليها يا عبد لطفي. بركتك تحل عليها واللي ما عرفتش اعمله اللي انت عمله. من هنا يا بابا. اتفضل 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 يا بابا. اتفضل يا رب يا ساتر. اتفضل يا ابو اهزه. يا حبيبتي مش قادره اقوم اسلم. لا 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 خليكي مرتاحه خليكي مرتاحه. ايه يا ست العرايس؟ انا ما صدقتش لما الحاج قال لي. ايه زي ما انت شايف يا حاج. ان شاء الله هتقوم بالسلامه وتعدي عليا في المكتبه تقعد تشغلني وتضحكني زي عوايدها. ما هو ده اللي حاسس في نفسي يا لطفي اخويا. فين ضحكتها اللي كانت ماليه الدنيا؟ فين ضحكتها اللي كانت بتملي اي مكان تخش فيه؟ وشها اللي كانت زي البدر المنور. صل على النبي يا حاج. ست العرايس هتبقى كويسه ان شاء الله. ربنا يسمع منك. اريها لطفي اريها. ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله. اطمن. اعوذ بالله من التمنيات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب. اعملي قهوه لابوك يا لبنى. لا 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 مش هقدر اشرب قهوه لسه شاردها في العزا. عزا مين؟ مرات عبد العزيز. ايه؟ هو زيزو كان متجوز؟ هو لما سنة راحت علشان تقتل عبد العزيز عرفت ان اشجان مراته وعرفت انها كانت حامل. لا اله الا الله. حكمتك يا رب حكمتك. خلفت له الولد وماتت في المستشفى. طب سترك يا رب. بابا ما تيجي نقعد برا كده نسيب سناء ترتاح. حاضر يا بس. وانا هبقى اديها وضعها. شد هالك الحلو. ها جوز ازاي؟ صعب عليك يا بنتي. يعني ايه؟ صعب عليك يا بنتي. مش بتاع فوق فوق يا سناء. فوق يا بنتي. ايوه يا زيزو. ايوه حبيبي. ايه نذبح تلات عجول؟ طيب حاضر حاضر. النهارده النهارده. ايوه طيب حاضر حاضر مفيش مشكله. حاضر. ايه لا هنلحق هنلحق ان شاء الله مفيش مشكله. بقول لك ايه سيبك من ده كله طمني عليك انت كويس. طب الحمد لله. جاي النهارده؟ طيب ماشي خد بالك من نفسك طريق السلامه. لا مفيش مشكله انا عارف ان الشبكه عندك مش كويسه. انا هبلغ وليد بكل حاجه هبلغه بالمطلوب. طب يا حبيبي بس انت كده رايح صد رد يا حبيبي. طيب تيجي بالسلام. يلا تيجي بالسلام. سلام يا حبيبي خد بالك من نفسك. سلام. صد رد صد رد يعني زيزو صد رد. ايوه صد رد. في ايه صد رد؟ ما شاء الله ده الوحيد اللي بيعملها زيزو ده. مبروك يعني الناس كلها تروح صد وترجع رد ولا ايه؟ ما شاء الله عليه. هو زيزو صاحب معجزات. خلاص اخلص بقى. اسمع يا شبرو زي ما سمعت كده الراجل عايز يذبح. عايزك تطلع على الحاج عطله الجزار توصيه على ثلاث عجول كبار تقف على ايده ويذبحهم عنده في المحل وكل كيس 2 كيلو. تقف على الحاجه زنهار عينك عليها. فاهم ولا مش فاهم؟ روح وقول له الحساب عند زيزو. يلا بس انت عايز رايي؟ ثلاث عجول كتير قوي. انا من رايي انه ثلاثه بس كفايه. لا اله الا الله. لا اله الا الله يا مثبت العقل في الدماغ يا رب. بقول لك ايه صاحب المال عايز كده ولازم ننفذ. اتكل على الله. بقول لك انده لي بكر انده لي بكر. يلا يلا. عايز نصيحتي يا استاذ زياد. اللي بيحصل ده لا بيرجع القديم ولا هيصح الميت ولا هيحصل اي حاجه ولا صد رد ولا اي حاجه خالص.
يا اخي خلي عندك دم، خلي عندك دم. الراجل عايزنا نعمل كده، لو احنا ما وقفناش جنبه مين اللي هيقف جنبه؟ حرام عليك بقى. وبعدين عبد الرحيم ابنه في الحضانه، الراجل عايز يعمل كده عقيقه عشان ابنه، ربنا يقومه بالسلامه. هيعمل عشان ايه؟ عقيقه. لا اله الا الله، دول بيفهموا ايه دول؟ ماشي يا بركه، اتكل على الله. انده لي بكر، انده لي بكر. لا مفيش فلوس، اتكل على انده لي بكر. يلا عايزين نعمل فراشه. الو، ايوه وليد، ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ البقاء لله ونعم بالله يا حبيبي، ونعم بالله. انت فين؟ وجبت المطلوب؟ طب تمام تمام. طب بقول لك ايه دلوقتي، زيزو اخوك كلمني. لا هو للاسف بس الشبكه معكسه فما عرفش يكلمك. هو جاي كمان ساعتين. بس اسمع، هو جاي معاه الحاجه رتيبه ام المرحومه. هو هيطلع بس على مشوار من بره فانت هتقابله في حته هو هيقول لك عليها. عشان بس تاخدها تشوف عبد الرحيم، ربنا يقومه بالسلامه يا رب ان شاء الله. يا حبيبي. بس اسمع بقول لك ايه، انت هتجيب اكل الحاجه وتسيبها وتيجي تقف معانا في الصوان، احنا عاملين صوان قدام المحل. ماشي تمام. طيب يا حبيبي، يلا بالسلامه. بالسلامه. ازي رفض 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 يا عبد. اسمع دلوقتي، عايزك تروح بتاع الفراشه تجيب كل الفراشه اللي عنده، عايزين نعمل صوان يسد الشارع كله. خلاص صد رد في السريع. يلا صد رد. يعني ايه صد رد دي؟ صد رد يعني صد رد يا اسطى. صد رد صد رد يعني ايه؟ يعني صد رد يا اسطى. يا مثبت العقل في الدماغ. يعني ايه صد رد يا عبد؟ يا عم يعني صد رد. خلص. المهم عايزك تطلع دلوقتي تروح تجيب بتاع الفراشه، ويجيب كراسي متنجده وسجاجيد نظيفه، يجيب فراشه جديده. اتفضل يا بيه، يلا بالسلامه. ماشي يا عبد، بس انت دب على اسطوانات المحلات عشان لما اجي اعلق ما اعملش عوق مع حد. صد رد. ها يلا يلا. ايه يا انت قاعده هنا ليه يا اما؟ مش قاعده في الاوضه ليه؟ مستنياك يا دنايا. اصل الممرضه استعجلتني في الحاجات اللي روحت تجيبها، اهم حاجه جبت اللبن اللي قال عليه الدكتور. جبته وجبت البابونه وجبت كل حاجه مكتوبه في الروشته. طيب يا حبيبي. طيب تسلم يا بابا. اهم حاجه طمنيني، عبد الرحيم كويس؟ الحمد لله، الممرضه والدكاتره طمنوني يا ابني. اي حاجه جبت حضرتك؟ ايوه يا اختي. وحياه عينيك، ابص عليه بص معانا يا ربنا يخليك. معلش يا ام انا اسفه، مامته بس تخش تودعها وتخرج تاني. انا اسفه والله. امه راحت راحت وكان نفسها تحضن وتردعه مره يا دنايا. كنا بتاخدي بالك منه، ربنا يخليك. فعلا ربنا يخليك. فعلا خلاص بقى يا امه، امه راحت وسابتهولك امانه في رقبتك، ايه البركه فيك انت بقى تربيه وتكبريه زي ما كنت بتعملي معاها بالظبط. ان شاء الله. كلي بقى كده لقمه واشربي لك بقى عصير عشان انت ما اكلتيش حاجه من امبارح. مش قادره يا دنيا والله ما قادره يا ابني. معلش يا ماما، عشان خاطر انت على لحم وسطك من امبارح. مش قادره يا دنيا، مش قادره مش قادره. على فكره اياد صاحب زيزو كلمني وانا جاي، قال ان زيزو والحاجه رتيبه جايين في الطريق، اول ما يخشوا القاهره اروح اجيبهم بالعربيه على هنا. يجوا بالسلامه ان شاء الله. عيني عليك يا ابني، طول عمرك وانت شايل الهم، لما فرحت يوم ما فرحتش يوم يا دنيا. بقى يا امه خلاص اهو ان شاء الله باذن الله ربنا يعوضه بالخير ان شاء الله في ابني. على فكره زيزو قمر يتعمل لها عزا كبير قوي في شارع ابو عزيز. تستاهل تستاهل، الدنيا كلها تبكي عليها. كنت طيبه وبنت حلال عمرها ما غلطت فيا يا ابني. انا اللي كنت قاسي عليها، سامحيني سامحيني يا اشجار. يا رب اجعل مسواها الجنه يا رب. سامحيني يا بنتي سامحيني. احلى مسا وابدع سلام لمعلمين وعظماء شارع عبد العزيز. شكرا يا ناصر. الله يحفظك. تسلم ايدك. ايه بقى هتفضل قاعد قدامي كده ساكت؟ تعبان قوي، الحزن مليني. حزن ايه كفلا الشر؟ انت بقى دلوقتي لا بتسال، واعطيني ظهرك والسوق واخدك وواخدني، وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. خالتي وخالتك ايه بس؟ والكلام اللي انت قاعد تقوله ده، اقول لك حاجه، اهدى كده بس بالله واتكلم. عارف انت لو اتكلمت هترتاح. البت سناء مالت يا قنديل. سناء مالها كفلا الشر؟ شوفها دلوقتي تلاقيها واحدة تانية خالص، اتسخطت كده
ما عدتش اعرفها. واحنا قاعدين نعمل ايه؟ ما نروح نجيب اجدع دكاتره في البلد. ما انا جبت لها الدكتور واداها الدواء، ولا احنا لسه بنطلب الشفاء من المولى. سناء، لا اله الا الله، دي كانت بنت نكته وشها بيضحك على طول. منه لله اللي كان السبب في ده كله. طب ما تتكلم، ما تقعدش تنقطني بالكلام. السلام عليكم يا حاج. انت خرجت من السجن امتى؟ النهارده الصبح يا معلم. يا ده ايه الحلاوه دي؟ خرجت من الصبح يا راجل، يا عظيم، يا اللي ما انتش حرامي، يا نضيف، يا جدع. استنى استنى، ما تتكلمش بالراحة شوية يا الحاج، ها؟ على ما تهدم اللومة بتاعت السجن والبرش اللي قطع في جسمك. طب ليه المقابلة دي بقى يا حجاج؟ مقابلة ايه صحيح؟ عطية عاملين يا حاج؟ ابعت هات لنا مزيكة حسب الله عشان تقابل البيت. ليه كده؟ ليه كده يا حاج؟ احنا كان في بينا عيش وملح. امال مالكش هنا لا عيش ولا ملح؟ واضح؟ انا ليه مراتي يا حاج. مراتك؟ اخرس يا قليل الادب، مراتك خلاص بخ. يا حاج بالراحه شويه، الراجل ما غلطش، بيقول لك مراتي. ما انا بقول لك انت كمان اسمع زي مراته بخ خلاص. اتكل على الله يالا، اتكل على الله. وماله؟ وماله بتهددني يالا؟ السلام عليكم. امشي. عندي اقتراح، يعني مش عارفه هتوافق عليه ولا لا. اقتراح ايه؟ بخصوص العلاج بتاع سناء. تعرفي حاجة عن حالتها ومخبيها علينا ولا ايه؟ لا لا خالص، حالتها زي ما انا قلت لك، بس في تفاصيل كده ممكن تساعدنا اكتر في علاجها. عامل اللي انت شايفاه صح، محدش فينا بيفهم حاجة في حالتها. ربنا يجعل شفاها على ايديكي وعلى ايدك انت كمان. ازاي يعني؟ اهو يعني انا بس عايزاك تهدى كده شوية وانا بكلمك، عشان حاسة ان انت متوتر قوي. خش في الموضوع. ماله زفت؟ خلاص يا عصام، لما تبقى رايق كده نبقى نتكلم. انا زي الفل. عايزة تقولي ايه؟ خلاص يا ستي خلصي، احلفك عشان تتكلمي؟ ما هو بص، انا بكلمك ازاي وانت بتكلمني ازاي؟ كنا بنتكلم عن زفت، ايه علاقته في علاج سنان؟ روح عزي. عم يا اختي، ما انت لو رحت عزيته هو هيحس بالذنب عشان اللي عمله مع سناء، وهيحس برضو ان انت ما عندكش ازمه ان هو يجي يطلبها منك. ايه يا عصام؟ الكلام ده انا مش هضمه. تصدق ان انا اللي غلطانه ان انا اصلا شايل همها وانت لا؟ عايزاني اروح اتمحلش له؟ قالوا انا ما قلتش تعمل كده. فريدي عملت كده بقى وهو طلع واطي زي ما انا عارف. زيزو مش هيعمل كده عشان انا عارفه كويس. انت عارفه كويس وسناء عارفه كويس، واضح ان انا الوحيد اللي مش عارفه. انت عايز توصل ليه؟ مدى ما درستش كيمياء عشان اعرف شي زفت بتاعك ده زي ما انت عارفاه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حاسب على كلامك معايا يا عصام. ما هو يا محترمه يا بنت الناس، انا شريكي لان كان عندي امل انك تبقي زوجه وام اصيله، والا كنت عملت حاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ ما تستعجليش على اللي هعمله، عشان اللي هعمله هيزعلك. ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا مش مصدق نفسي. ودول يطلعوا كام؟ 65,000 يا معلم. هم دول سرقتهم من الشرشالي؟ سرقتهم ايه؟ فلوسي فلوسي يا معلم، حطيت القرش على القرش والجنيه على الجنيه، وانت بقى يا سيدي العارفين. فلوسك فلوسك ايه يا ابو فلوس؟ من التجاره ولا من السمسره؟
ولا ديلك اللي كان بيلعب وقطعه لك المعلم؟ الله 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 الله، ليه كده بس يا حاج؟ ده انا جاي استنجد بيك عشان تجيب لي حقي. بقول لي يا كبير، ولو الكبير قال لك مالكش حاجه هتعمل ايه؟ فلوسي هاخدها، يعني هاخدها. طب معاك ورق بالفلوس دي؟ لا مؤاخذه، هو الواحد لما بيدي مراته فلوس بياخد عليها كمبيالات؟ اقول لك انا القصه بقى، انت لا عايز تروح لشرشابي ولا عايز تقعد تتكلم معاه ولا اي حاجه ولا حبيبتك ومراتك والكلام اللي انت قاعد تقوله ده كله. اقول لك انا الحقيقه بقى، انت قاعد تفكر في القرشين لما كنت في سويسرا، مش كده؟ في هونولولو بتاعتك، عشان لما تطلع تعمل لك حاجه كده تاكل منها لقمه تعيش وتعيش، صح ولا انا بتكلم غلط؟ وبعدين عايز اقول لك ايه، هي مش طلقتك؟ اتطلقت غصب يا معلم، رفعت عليا قضيه والقاضي حكم لها عشان انا رد سجون. اتطلقت عشان يخلقها الجو مع الكلب اللي اسمه زيزو. اخرس يا كلب يا واطي يا نتن، بتقول كده على بنت سيدك؟ انا ما افتريش يا معلم، اللي بقوله لك ده حصل. كانت بتقابله في شقتي وعلى فرشتي، وابوها منزلها مع زيزو بفضيحه. انت جبت التخاريف دي منين؟ انت واتكلم، والا قسما بالله لاخدك على المخزن وعلقك زي الدبيحه. صاحب البيت اللي فيه الشقه معلم قال لي على كل حاجه، وهو اللي شايل الشرشبي مرابعه وحطه في التاكسي موديه المستشفى لما وقع وما استحملش اللي حصل. طب انت عشمان عامل لك ايه دلوقتي؟ هي عرت ابوها، فضحت اهلها، منها ليهم، لكن انا عايز حقي، حقي برقبتي، واخده ولو على جثتي. اما ابو عزيز ده بقى فليه معايا حكايه تانيه خالص. بالاذن يا معلمه. سلام يا اخوي. هو ده السر اللي كنت مخبيه عني يا شرشبي؟ ده حمل تقيل قوي يا اخي. اتفضلي يا حاجه رتيب، بيتك ومطرحك يا اختي. اتفضلي. تسلمي يا اختي. على بيتك. ده اللي زيك واحدة تموت نفسها عشانه ألف مرة. هات عنك يا عبد العزيز، خش انت ارتاح. لا يا عمة، انا عايزه معايا، عايز ابقى مع نفسي شوية. والله ده انت عورتني على العمر مهما شفت الدنيا في عينيك، ومعك جبت الولد ودكت الحق الحلال وكلت الشهد من ايديك. عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالد؟ ليه كده يا عبد العزيز؟ لا تفزع ضناك يا ولدي. هات ربنا يصبر قلبك يا ضناك، ربنا يصبر. خلاص يا ولدي، اللي راح راح، خلينا في اللي جاي. راح كان غالي قوي يا عمتي، ما حسيتش بقيمته لما راح مني. واللي جالك غالي هو كمان، ده ولدك يا عبد العزيز، وربنا كريم يصبر قلوبنا كلها. بس نقول ايه؟ نقول يا رب. يا رب يا رب عوضها عن قسوتي عليها وقسوة الدنيا عليها. يا رب انت قسيت عليها؟ دي كانت روحها فيك يا ولد اخوي. دي قالت لي ان جدك فضل لما رماها عليك كانوا رماها في الجنه. والله ما هتتعور يا ابني، عمري ما عملت حاجه وحشه.
كان نفسي اروح بدالها وتفضل هاجر بجوزها وابنها يا رب. بس حكمتك حكمتك يا رب. بس يا دنيا بس يا حبيب امك بس بس يا دنيا. انا ماشي. لا يا دوليب انا معاك. سيادة المحافظ كلمك؟ يعني موضوع الارض تمام وانا جاهز سيادتك. لو انا جاهز بس معلش اديني يومين كده عشان عندي ظروف. مراتي ماتت يا باشا وهي بتولد ابني. حالك الباقي يا فندم. لا والله انا عارف سيادتك مسافر ما نجيلكش في حاجه وحشه. سلام. زيزو انا مش عارف اقول ايه بصراحة. مش لاقي كلام اقوله. انت عارف انت بالنسبة لي ايه يا زيزو. انت مش مجرد اخ بس انت الدنيا كلها. والحزن اللي انت فيه ده هو اللي انا فيه بالظبط. بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضنا بالخير في عبد الرحيم ويرحم اشقائي. ايه ده؟ لابسه على الصبح كده ورايحه على فين يا ست هاني؟ رايحه شغل؟ شغل ايه يا ام شغل؟ احنا مش اتفقنا ان انا هنزل الشغل؟ واحنا مش اتفقنا ان مفيش الزفت ده لحد ما تخلصي اللي انت فيه؟ اسمه الحمل يا بيه. لم الدور واطلعي على فوق زي الستات المحترمين. انا محترمه غصب عنك. انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ هو انت لسه شفتي مادي ايه؟ لكن وحياة أمي لربك عاملي مع أولاد الناس. اقعدي عاصم افتح الباب. يا ليا عاصم افتح الباب. ما تفتحش ليه؟ اوعى. لبنى لبنى ردي عليا. عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ لبنى لبنى ردي عليا حبيبتي. ردي عليا عاصم اطلب الاسعاف. البنت هتروح من هنا. لبنى لبنى ردي عليا حبيبتي. لبنى سلامتك يا ضنايا. الف الف سلام. ايه اللي حصل يا بنتي؟ ده كله فاهمين اكتر من كده وبيزيح ربنا. مش عايزه تقولي لي برضو ايه اللي حصل وصل الامور لكده؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. بس مش للدرجات دي يعني. هم مش واخدينك من الشارع شويه. انت برضو اللي غلطان. انت كنت نزلتي جيتي وقلتي لي وانا كنت رحت قعدت له صداقه وفهمته مقامه بالظبط. انت غاليه علينا قوي يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا عم. عموما انا ما كنتش مستنيه من عاصم احسن من كده. مالكيش حق بقى ابدا. والله 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 بيحبك. مفيش مره اساله الا ويقولها لي بعد ما تلسان. حق ربنا. كل لما اساله يقول لي انا عمري ما عشت السعاده بالطريقه دي. الحب والسعاده بيتحسوا. عموما انا سامحته خلاص. يا سلام. هو ده كلام الست العاقله بصحيح. هما كل الرجالة كده يا حبيبتي. امال انت فاكرة ايه؟ ده احنا ياما بنشوف منهم وهم شباب يعني ما اقولكيش. لكن يوم ورا يوم وسنة ورا سنة العصبية دي بتروح وبيجي الحب والحنية كلها. عارفة عمك الشرشاب اللي واقف ده؟ خلاص يا كريم. ده مقطع. خلاص. شفتي كلهم غلطانين. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا ده احنا بقينا كويسين قوي النهاردة. ميرسي يا دكتور. انا بس كل ما اجي اقف بدوخ. ده طبعا عشان النزيف الكتير اللي حصل. طمنا يا دكتور. الحمد لله. ما انت شايفها زي الفل اهي قدامك. الحمد لله. استسمحكم بس تتفضلوا بره خمس دقايق. حاضر. لو سمحت. ممكن اعرف بقى ايه سبب النزيف الكتير اللي حصل ده؟ انا محتاجه تقرير طبي شامل بكل الاصابات اللي حصلت لي يا دكتور. طبعا وهعمله لك.
بس ده معناه بقى ان انت عايز تعملي محضر وتمشي في اجراءات قانونيه؟ انا بس بغطي كل الاحتمالات. طب ايه رايك نتكلم كزملاء كده؟ بلاش، ويمكن ترجعي لجوزك وكل حاجه تتصلح. ربنا يعمل اللي فيه الخير. وانا ممكن اخرج امتى؟ يعني يومين نسبه الهيموجلوبين ترجع تاني، ونظبط الضغط وطبعا الحاله النفسيه، وانت فاهماني. باذن الله باذن الله كله هيبقى خير. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. دكتور. دكتور لو سمحت، ما فيش حد غريب يعني، انا حماها ودي حماتها وده والدها، عايزين نطمن. ما فيش حاجه، كل حاجه. طب بعد اذنك، يعني بالنسبه للحمل هو لسه يا حاج؟ دكتوره حياتها تعرضت للخطر. لا لا، هي كانت خناقه جامده قوي كده. لا خناقه ولا حاجه، ده هي اتزحلقت في الحمام ووقعت يا دكتور. يعني الحمل ما فيش يا دكتور؟ اكيد ربنا يعوض عليكم طفل تاني ان شاء الله. هنزدور. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 اقعد يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دي بقى اوضه وليد، شفتي واسعه ازاي؟ المكيف ده بيخلي الشقه ثلاجه. حيلت على الواد عشان يجيب اي عفش من الشقه القديمه ابدا. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا حاج. قلت بقى ايه، قلت شفتي واسعه ازاي؟ جميلة بس جميلة. بعد كده حلو نام جنبي. بجيب لي بقى غيابي عشان هتنامي جنبي. انام كيف، انا لازم اخد بكر 8. انت مش حسافتي انت تقعدي معانا هنا على طول؟ انت بتقولي ايه؟ ما ينفعش، انت رايح حالي وداري هناك. ما ينفعش. انا هجيب لك واجب. بصي وده بقى المطبخ، شفتي واسع ازاي؟ قوي. انا مش نفسي اجيب المطبخ ولا حتى شو اكون معاكي. تعالي يا حاج، تعالي تعالي، شفتي الطرقه طويله ازاي؟ تعالي. ودي بقى خدت عبد العزيز، والحمام منه فيه. منوش فيه كيف؟ اهو يا هو دي انت داخل الاوضه جوه شايفاه. عليكم حاجات غريبه. لا دي الشقه فيها ثلاث حمامات. تعالي يا حاجه بفرجك. بصي بقى الفسحه، شفتي عامله ازاي؟ شفتي الوسع اللي فيها؟ أيوة. والنجفه ده من ضرب البرابل، وشايفه السفره دي؟ شايفه الخشب من دمياط؟ حلوه قوي. ربنا يكرمك ويوسع عليك يا مريم كمان يا ولد اخويا. من خيرك يا عمتي وخير عمامي. الله. شايف يا عبد العزيز، عمتك عايزه تسافر النهارده في قطر 4. لا تسافر ده ايه، وتدخل الحمام زي يخرجوا؟ يا تغالي معانا هنا قد يومين ثلاثه شهر كمان. الله، واحنا غرب. ما ينفعش، هو الولد ده هو اللي جايبني على ملا وشي. سيبوني براحتي، ولما يتوحشني عبد الرحيم هاجي على طول، ولو اني مش طايقه اعرف ورقه. بتسمع انا ابو يا عمتي؟ لا اله الا الله. غالية. يلا يا ابني هم يعملوا لقمه كده. حاضر يا حاضر انا جاي معاك. يلا يا طيب، نام الواد يا امك اوضته والنبي. ايوه يا عم مندي. لو ربنا دي مشاغل بس. موضوع مهم. خير. حاضر هاجي لك. حاضر ماشي. سلام. موضوع مهم وما يستنيش. ربنا يستر. عطية. نعم يا حاج. خير امرني. الواد ما جاش هنا وانا مش موجود. واد مين ولا مؤاخذة يا حاج؟ فوق معايا عطية بهلول. بهلول لا يا حاج، ما جاش هنا. بس يعني حاج. ايوه خلينا في بس دي بقى. وانت ماشي طبعا بيقابلك بره وتقعدوا تتودودوا. ها صراحة هو حاول يا حاج، بس انا ما اديتلوش ودني. يا حاج اديله ودني اعمل بيها ايه؟ بس يا حاج يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، هو على طول رجله عند المعلم قنديل. تونيل ابو وشه الاكر. انا كل ما افتكره مزاجي يتعاكل من كده، وابقى نفسي اعمل اي حاجه فيه. ما تحاول يالا تعرف لي كده بيروح عند انديل ويتودودوا في ايه مع بعض؟ هيكون في ايه يا حاج يعني؟ ها في الموضوع يا حاج. انا برضو بعد اذنك يا حاج، والشوره شورتك يعني، واللي تقوله يمشي. كان ليه راي في الموضوع ده يا حاج؟ ما تغنيش عليا بقى وقول. اسمع منه يا حاج وهات اخره. لا شيخ، الواد خارج من السجن يا حاج، والشر باين في عينيه. طب ما انت خدت وديت معاه في الكلام اهو. عطيه
هتقولي هاد اتودودتوا في ايه؟ هو يا حاج بيقول انه ليه يعني مبلغ صغير كده عند الست سناء قبل ما يتسجن. مبلغ يعني كام يعني؟ 2000 جنيه مثلا؟ لا يا حاج، 65. 65,000؟ طبعا تحويشة اللي قاعد يسرق فيا فيها طول ما هو شغال. انا غلطان ان انا ما بلغتش عنه من الاول. مش جايز دي نمرة يا حاج عاملها بعد ما خرج من السجن ياخد له قرشين يبدأ بيهم حياته ويحل عننا؟ انت بتقسم عليا هاد انت وهو، تقولي 65 وقالك فاصل بقى في 40، فانت توصل معايا ال 25 وتروحوا تقسموا مع بعض. اهبل انا ولا مختوم على قفايا؟ انا يا حاج برضو؟ طب وعد الله يا حاج ما حصل، وانا مش هفتح مع حضرتك الموضوع ده تاني يا حاج. سلام. هي المصايب مش لاقي حد تتحدف عليه غيري ولا ايه؟ بس يا رب. والله العظيم يا معلم زيزو بتوحشني وبتوحشك وبتوحشني دخلتك علينا. انت هتشتغلني ولا ايه وانا لحقت اوحشك؟ لا لا بجد مش بشتغلك والله، يعني يكفي كلامك المستف مع الزباين يعني ودخلتك علينا وطلتك الحلوه. ده شبر دلوقتي بقى ايه؟ بياع 100 100 يعجبك قوي معايا. ربنا يخليك يا معلم قنديل، ان شاء الله كده بكره لما ربنا يفتح عليا افتح مون كبير جدا واملاه كل موبايلات وخليك تشتغل عندي بنفس المكتب بتاعك. أنا مؤاخذة يا معلم، تعالوا نقعد برا عشان اتخنقت من المحل والجو المقفول ده. بنفس المكتب تبقى معايا في نفس المون ونشتغل مع بعض. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ مون وسقا كده. ايه ده انت عملته؟ ازاي ازاي؟ الراجل ده ماله؟ مش كنت بتعزي؟ مش رحت عزيته؟ اه. ازاي ينفع اللي انت عملته ده؟ اه كان عنده حالة وفاء. ازاي 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 تجرحه كده؟ ازاي تتعبه كده من جوه؟ مش لسه في كان عزاء؟ وانت رحت عزيت ولا لا؟ اه عزيت؟ اه سمعت قرآن؟ اه انا عايز افهم، انا عايز افهم، انا مش فاهم حاجة. هنا في ايه؟ نو هنا الجمجمة دي العظمة ده في هنا مخ؟ لا مخ ايه؟ ده مخ عصفورة، مخ عصفورة قد كده اهو. عيب يا اخي، يعني انا عايش عمري اللي فات بمخ عصفوره؟ انت عندك كام سنه؟ مش 30 سنه. انت ثابت عن 9 عايش بيهم عشان ما تعمل كده؟ ازيك يا عاصم يا ابني؟ ازيك يابا؟ يومين يا راجل، يومين ما تبصش على ابوه، من الشغل للنوم ومن النوم للشغل. انا جاي عشان اسال عليك يا واحد. نفسي افهم انت جايب التكشيره دي منين؟ ازاي قادر تستحملها على وشك من الصبح لغايه بالليل؟ بقول لك ايه؟ قوم بينا نروح لمراتك المستشفى، وما تلفظش معايا في الكلام، العاقل هو اللي يروح لمراته المستشفى، فاهم؟ مراتي مش في مستشفى يا حاج، مراتي عند ابوها من امبارح بالليل. نعم يا اخويا؟ لا انت اللي رحت جبتها، واما رفضت تطلع معاك الشقه راحت عند ابوها. امي راحت جابتها هي وعم لطفي، صممت تروح عند ابوها. انت مش شايف المكتبه مقفوله؟ ومن ساعتها انت ما رحتلهاش. هي هتعمل لنا فيها مقموسه ولا ايه؟ نسيب اشغالنا بقى ونروح نبوس الجنين اللي جابوها؟ لما تعرف ان ليها بيت يا حاج تبقى تيجي. انا في حاجه مجنناني، انت ليه يا ابني مش قادر تفرق بين العساكر اللي في القسم والمجرمين اللي في الحجز وبين الناس اللي يا غنوة بقى هتغنوا عليها كلكم ولا ايه؟ انا جاي اعصابي مشدوده يا حاج مش ناقص. يا ابني افهم بقى، مراتك خسرت حملها اللي كان في بطنها، ابنك اللي من صلبك خسرته بسبب ضربك فيها، وهو لسه لحمه حمرا ذنبه في رقبتك. كده احسن يا حاج، مش ناقصين وجع دماغ. يعني ايه كده احسن؟ انت يا ابني مش فاهم، ابنك انت السبب في انه مات. يا حاج انت قصدك مش فاهم حاجه خالص، عمال تتكلم على عماك. طب ما انا قدامك اهو وبكامل قوايا العقليه.
فهمني يا اخويا، فهمني اذا كان حاجه تتفهمها فهمها. الهانم كانت بتحب زيزو قبل ما نتجوز يا حاج، وابني اللي هي بتقول عليه من صلبي ما كنتش فاهمه، ما قدرتش بقى استوعبه لما قالت لي انها حامل. فهمت حاجه بقى ولا عمر روح بقى مات في الاسم؟ اتفضل يا معلم زيزو. ربنا يخليك يا شافعي يا متشكرين. عيالك عاملين ايه؟ والله بيبوسوا ايديك يا معلم زيزو. يا عم انت يبوسوا ايد ابوهم، ربنا يخليهم لك يا رب. فاكر ايام زمان يا شافعي؟ مخزن قنديل وتقفيل الغسالات المضروبه والمبلوله والبوليس لما كبس علينا. ايه الزلمه ده؟ ايه انت بتسيح ولا ايه؟ طب والله يا معلم المعلم زيزو ده اصيل. بالمناسبه يا معلم انا جيت العزا وعزيتك، بس انت ما خدتش بالك مني، كان حواليك ناس مهمه كتير قوي. شافعي نين اهو مظبوط من مصر. لا يا معلم. لا يلا. انا يعني زهقان. خلاص خليها واحده بس هو زهقان. طيب المره هروح المشوار اللي قلت لك عليه. طب يلا باذن معلم زيزو. سلامه سلامه. ابن حلال شافعي. مين؟ شافعي ابن حلال. شافعي؟ اه ابن حلال. يا باشا يعني الجسم ده كله مش عايزه يبقى ابن حلال، ده هيفرق على 100 ابن حلال. تعرف؟ والله دول العكازين اللي انا متعكز عليهم، انا مش عارف انا كبرت ولا في ايه؟ مش عارف كبرت ايه بس. اه والله شكلي كده. زي الفل اهو. بقول لك يا معلم. ايه؟ انا عايزك تبقى تفهم صاحبك. ابن الاصول اللي هو الكبير اللي بيفهم. انه يعني الزعل ملوش دعوه بالعزا، لانه العزا ده واجب. هو كده بيصغر لي، واخد بالك؟ بفهمه يعني. طبعا. طبعا طبعا عندك حق. اهو ده بقى اللي انا كنت جاي لك فيه. خير؟ بهلول خرج من السجن. طب واحنا من؟ ازاي بقى احنا من؟ اذا كان الواد حكى لي عن الموضوع اللي بينك وبين سناء وقال لي يعني استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب، قال لي يعني على ابوها لما طب عليكم في الشقه ووقع ساكت. بص يا معلم انا مش هتكسف منك، ده راجل صاحب فضل عليا وانا كلامك بصراحه يعني. هي كانت يعني زي ما تقول بتحبني، عايزه تخش في سكه جواز، وانا عمري ما سقت فيها ولا استغلتها بما يرضي الله. هي اللي اصرت، وانا قلت لها من اول لحظه انه ما ينفعش ان انا امشي في السكه دي، انت واخد بالك؟ فهي يعني فضلت تلح يوم كده، خدتني من البيت لحد الشقه اللي هي بتاعت اللي هي كانت متجوزه فيها دي، وكتبت ورقتين عرفي على اساس تريح نمر. انا بالنسبه لي يعني ما كنتش حاسس ان انا بعمل حاجه غلط، بس انا حاسس ان انا غلطت. حاليا انا حاسس ان انا غلطت، وحاسس ان انا ندمت، وحاسس ان ذنبها في رقبتي. ندمان؟ ها ندمان. ندمان. بس الواد بيقولوا انه ساب فلوس معاه 65,000 جنيه. هي قبل كده عرضت عليا المبلغ ده مرتين وانا رفضت، بس اخر مره دي هي راحت جايه رميالي الفلوس في قلب المحل وجريت زي المجنونه. لا في دي بصراحه حقاني، والمبلغ ده موجود بالمكسب بتاعه، ولو انت حكمت يعني وحققتني بالفلوس دي انا مستعد اتادب بيهم. لا انت كده 100 100، بس انا بتكلم في سناء نفسها. خلاص مش عايز اشيل همه فوق همي، كفايه اللي حصل. مراتي ماتت، سابت لي حته عيل اتيتم من ساعه ما شاف النور. بجد بقى يا لبنى انا زعلان منك، يعني ما كناش هنعرف نخدمك زي ما الراجل العجوز ده بيخدمك برضه. مساك الخير يا عم. والله يا حاج والله انا قلت لها الكلام ده، بس يظهر بقى انها لسه واخده على خاطرها من جوزها. لا لا دول مالهمش غير بعض يا حاج. شايفه لسانه بينقط حكه. يلا بقى وانا هجيب لك واحده تخدمك وتقعد تحت رجليك. وان كان على الوضع عاصم هحكم عليه ما يدخلش لمده اسبوع البيت لغايه ما يرضيكي وانت بتوافقي، ويتاسف ويبوس رجلك وراسك. لو كان عايز يصالحني كان جالي المستشفى، بس خلاص عاصم باع وخلصنا. بين الراجل ومراته مفيش الكلام دوت. يلا بقى يا لبنى بطلي دلع ونشوفيه الدماغ، تعالي اقعدي عندنا يا حبيبتي وسيبيه في الشقه لحد ما يجي ويتاسفي. ده البعد جفا يا حبيبتي. من جيتك على راسي يا حماتي، بس ما ينفعش. ده بيحبك يا بنتي. وانا ما اقدرش اعيش معاه. خلوه بقى يبعت لي ورقه الطلاق.
أعوذ بالله. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا لبنى؟ ايه الكلام ده حبيبتي؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لبنى بدل ما ارفع قضيه احسن. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا بابا انا ما حبيتش اقولك عشان انت مش حامل زعل. لا بقى الكلام ما وصلش لحد كده يا لبنى. لا وصل، ما حدش منكم لا شاف ولا سمع اللي هو عمله فيا. لو قبلتوا الكلام ده على سناء انا هقبل. ما بلاش سيرة سناء في الموضوع ده يا بنتي. ما هو اتهمني نفس الاتهام بقولك ايه يا عمي، خليه طلقني احسن بدل ما اشوشر عليه وارفع قضيه وفي الاخر هكسبها برضو. انا رحت المستشفى وخدت تقرير باللي حصل. خلينا نمشي بالمعروف. عندك حق يا بنتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اسكتي، ابني غلطان من ساسه لراسه، ضربها وسقطها. انا ليا بس عندك طلب واحد يا بنتي، بلاش اقفل الباب، خليه موارب من يعرف. يعني انت كده مش جاي؟ ماشي، لا انا شويه كده هقفل واروح. يا ده قاعد معايا اهو. ماشي يا باشا، ماشي، سلام سلام. ماشي سلام. لزيزو؟ مش جاي ولا ايه؟ لا مش جاي، رايح للدوري بيه. انا قلقان على عبد العزيز قوي يا اياد. قلقان من ايه؟ مش عارف، حاسس انه داخل في سكه كده مش مظبوطه، سكه مش سكته، يعني الدوري بيه وروان والبيزنس. كبابي عبد البر، طب ومش عاجبك وقفت عكسها؟ انا عاكس ازاي؟ انا جعور. اللي شرق كله شرق عبد العزيز يعرفه، عكس المعفنه دي اللي ما رضاش اشغلها عندي شغالي. ده يا ابدا في ضدك وبدبعانك يا ابدا الهبله، انت مين اصلا؟ انا اللي وصلت بمليونات الشخصيه ومعارك جيبيني ولسه حوصل يا بكر. بس انا هديك زعه توصلك بسرعه. طيب. يلا يا ابدا الهبله. طيب يا مهندس، انت واقفه بتعمل ايه يا ده؟ اتفرج على عدل امام يا بكر. عيشي عدل امام. عدل امام انت ماشي مع الواد ده يا سلمى؟ ما هو زي بتاع عايز مجنون ولا ايه؟ انت ماشي مع بيتك. انا مش ماشيه مع حد، عايز ايه يا بكر؟ طب ده هقول لك السر اللي محدش في شارع عبد العزيز تبدا يعرفه. شل وانت بقى عندك شل، بطلت بقسام ولا ايه؟ انا مش هرد عليك. العدد يا بتجزر 4 شعله من الاشعال الذكي، يونيفرسال وسيسوار وخلاط باك اب في عب صداعه، انا بعرف ادوره، وساحه دوكيا بداده بعدته. طب بقول لك ايه بقى، ما تشحن نفسك بدل ما اخلي صبره يشحنك. يلا يا بكر. صبره بنت ده عورك انت وابوك. يلا يا بنت ما توقفيش في الشارع تاني. يلا انا على ابوك بنت خلف صرب، اوعى تشوفك واقفه في الشارع تاني. عدل الباب. عاجبك كده انت وقفوا مننا هنا؟ كنت فين يا زيزو؟ مكتب المحافظ كلمني من ساعتين وبيسالوا عليك. يا باشا انا قلت لسيادتك ان انا جاهز. لا ما هو جاهز كده ما ينفعش نظري يا زيزو، الراجل خلص كل الاجراءات ومستني ان انت تروح تدفع. بصراحه ربنا يا باشا، المبلغ اللي طالبه المحافظ للبدو ده مبالغ فيه، وانا هدفع كده غميضي، لا اشوف بدو ولا غيره. هو انت مستجد ولا ايه؟ مش كفايه ان ورقك بيخرج كله قانوني متظبط من المحافظه ومعاك تصاريح المرافق كلها؟ ده غير كمان انه مش هيبعتك المكتب الوزير عشان يشقطك لبعض بقى هناك. في النهايه تيجي تحسبها بصل بخمسه، حتى هي خمسه بصل. من الحق ده مبلغ كده يا باشا صغير مش قد المقام. انت عارف الظروف اياها بقى خلتني معرفش اجيب للهانم هديه. ايه اللي انت بتعمله ده يا ولد؟ عيب كده، دي فلوسك يا باشا. عيب بقى اللي مبصش من قربان يبقى اعمى. وبعدين انت اخويا الكبير وعارف انت عايش عني بلاوي في السياحه وشارع عبد العزيز. ده البترين ملت الشارع من غير لا ضرايب ولا مرافق ولا حجوزات. وبعدين يا باشا الناس بتوعك دول لازم يبقوا في ايدك، عشان كده لازم تراضيهم، واهم من الشغل ظبط الشغل. طيب يا سيدي شكرا، طول عمرك بتفهم في الوصول. عجبتك لعبه السياحه بقى؟ والله يا باشا روان سالتني نفس السؤال، وانا قلت لها شغل الموبايلات احسن، غلتها اسرع وملموم على قد الايد، بعيد بقى عن زن الجرايد ورمي الجتت يمين وشمال. فكرتني بالموبايلات. خد بقى الشغل اللي بيعمل ملايين من معلومه. انت عارف طبعا ان البلد فاتحه بابها للمنتج الصيني. طبعا دي العتبه غرقت ملابس. لا والقميص طالع من كيسه للزبون القطاعي بكام؟ ب 10 جنيه الحته. امال بيتباع جمله بكام؟ والمصنع بيكسب فيه كام؟ تخيل بقى لما الصيني ده يبقى موبايل. موبايلات صيني؟ وبنفس مواصفات الاوروبا يا باشا؟ يا ابني هو انا قاعد في الحزب بلعب؟ ما انت لازم تيجي بقى وتسجل تواجد وتتعرف على الناس. ده راجع معاك الحزب وبات هناك كمان. المعلومه دي هتعمل مليارات وبكره تشوف يا زيزو. وتمنها عندي يا باشا، بس نبدا.
هتبدا. بس انت عايز سيوله كتيره جدا، لازم تخش بتقولك. اهو لو انت ما دخلتش حد تاني هيدخل. ايوه يا باشا، بس سيادتك يعني شايف المحافظ مستعجل ازاي؟ ده غير الانشاءات والتجهيز والديكورات والفرش. يا سيدي بقول لك اتصرف ومش هتندم. انا عمري ما ندمت معاك يا باشا. يبقى اتصرف ان شاء الله، تخلي اخوك اللي في البنك ده بيظبطك في قرض ولا حاجه. اه بمناسبه اخوك بقى، ماله سيادتك، حد اشتكى لك؟ هو كده فعلا، بس ده 10 على 10 في البنك يا باشا ومجتهد. ده لا مش البنك يا زيزو، ده هو عامل وسط نت كده ومشارك مع شويه مراهقين بيكلموا وحش على البلد. يعني انت عارف طبعا ان انا مدي تعليمات اي حد من دايرتي يندهوله فيها من الدوله بيدوني خبر انا الاول. اسمه جالي امبارح وانا قلت له مستنيه عليه يومين بس. ايوه بس سيادتك انا مؤاخذه، انا اعرف ان النت ده ما بيتقفش. لا ما هو في جهاز اتعمل اسمه مباحث الانترنت يا زيزو، وممكن يقبضه على اي حد، خصوصا بقى لما يبقى عامل بلوج ودونه يعني وحط عليها صورته بقى ويكتب وينتقد وعامل فيها ثورجي. مش كفايه علينا الصحافه الصفراء اللي طلعت على حس حريه التعبير والديمقراطيه والكلام الفارغ ده؟ كفايه كده يعني. لا اكلمه يا باشا، اكلمه طبعا. يلغي وسط النت بتاعته دي ويقف المدونه دي فورا. العيال دي هتلم قريب. انا عارف بقول لك ايه، انا مش عايز اي شوشره، اروح اجيبه بقى من وسط الناس والكلام يكتر وملايين بقى اللي احنا بندفعها في مشاريعنا هتبص تلاقيه على مكتب النائب العام بسبب جرنان حاقد عايز يكتب فينا اي تقرير. بعد اذنك يا باشا. زيزو بالهداوه، الناس دول عناديين ودماغهم ناشفه قوي، وبفتكر ميعاد محافظ انا عايز اجي معاك وارجع في طياره نفس اليوم. اتجوز روان انت بقى. سيبك منها يا باشا، مش فاضلها. لا خلي بالك، دي عامله زي انثى العنكبوت، تاخد غرضها وممكن بعد كده تلدغ وتموت كمان. الله غالب يا باشا. وليد يا وليد. وليد فين يا ابني؟ كان بيلعب على الكمبيوتر بتاعه وبعدين جاله تليفون نزل. خير؟ وعبد الرحيم نام؟ اكلته وحميته ونيمته طبعا. يعني كنت عايز وليد في ايه؟ لا ما تشغليش بالك، انا كنت عايزه في مشوار مستعجل كده، هطلبه انا دلوقتي واشوفه فين وراح. اعمل لنا عشوه حلوه بقى قبل ما نام. حاضر يا ابني. عينيا. الله يخرب بيت اهلك. بقى الكلام ده هو اللي بتنزله على الهبابه اللي اسمها مدونه دي؟ يا عم انا بكتب اللي بيخطر على بالي، وبعدين هو شغل معاك مخليني عارف اكتب مسرح. تعال افرجك على المدونه بتاعت اخوك. الله، ده وريد لي في النظام كمان. طبعا اطلع. هو بيكتب عندي وانا بعلق على اللي بيكتبه اهو. وادي صورته كمان يا سيدي، اتفضل. يا نهار اسود، وجبت صور المظاهرات دي منين؟ من على النت برضه. ما هي دي صور المظاهرات بتاعت انتخابات اتحاد الطلبه اللي تبقى رئيس الجامعه مع الامن. اخويا مش احسن ما يجيبوا لكم المتطرفين؟ متطرفين على النعمه من نعمه رب. انت القناه الثالثه بوظت دماغك. اه والله. بقول لك ايه، خليك في تجارتك وتسيبك من السياسه دي خالص. حمار انا. العفو يا باشا، بس اللي انت بتشوفه ليل نهار يخليك اكتر واحد عارف ان البلد دي عامله زي المركب مخروم عين في بركه فساد. الله يخرب بيتك على بيت الكلمه اللي انت مش حافظ غيرها دي بتاع العيال الخايبه. اسمع بقى ايه، انت لازم تقفل الهباب ده وتقفل مدونه وليد كمان. الامن يا اخويا مش بيقعد يكون مراقب الانترنت ده ويلمكم انتوا كمان. يلمونا يعملوا بينا ايه بس فوق اللي عندهم؟ وبعدهم عندهم حساسيه المراقبه كان على راسهم بطحه، كل اللي يقطع صعاد يبقى بيقصده. بس يلا بس 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 حظ. ماشي يا عم. ايوه يا عمي. اه تحاول ان بقى عم تجمع لي الفلوس اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وبعد بكره ان شاء الله نتقابل في القريه بتاعتنا. اه لا عايزين نخلص بقى، احنا خلاص ما دون عقد، عايزين ندفع عربون. ماشي ماشي بامر الله. صحراوي يا عمي. طيب مع السلامة. مالك انت ومال الهبل ده؟ عيل صغير انت اللي في سنك النهارده زمانه متجوز ومخلف ومسؤول عن بيت كمان. عايز تجوزني يعني؟ اجوزك واجوز امك. هتجوزني مين؟ سناء مثلا؟ انا اسف يا صاحبي، والله ما كنت اقصد. عادي يا عم، والله العظيم القافية جت كده. خلاص بقى. قول لي ازاي ابنك؟ ابني هو ابني ده بقى هو الجرح الكبير يا ايات، ما باخده على ايديا كده بحزن. افتكر امه يعني ماتت وسابته ليا، ماتت في حضني يا ايات.
ساعات أشم ريحة نفسها هنا. نهايته. أنا خايف عليك أخويا، وخايف على وليد كمان. ممكن على الفساد، بص على الانترنت بتاعك وشوف مين بيوكلنا ويشربنا ويخلينا نتكلم كده في السياسة بحرية زي ما انت بتعمل. مش المركب المخرومة برضه؟ يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلقها لحد ما تيجي تبوس الجزمة؟ مش هتقدر لان وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل. لو قدمته للنيابة هتطلقها غصب عنك وعن عين ابوك. المستشفى دي اللي انت مرضيتش تعفر تراب جزمتك انك تروح تزورها. عرفت بقى ان كلامي صح؟ عايزة تطلع عشان يخلالها الجو وتتجوز الوقت. عيب الكلام ده يا عاصم. ده مش كلام يا اما. بنتك سناء وانا بضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت الحقيقة. قالت ان ربنا مراتي كان بتحب الواد ده وان هما كانوا هيتجوزوا. دولا بقى ان انا سبقت واتجوزتها، وان اختي كانت بتسهل لي الجوازة عشان يخلالها الجو. مش هي عايزة تطلق؟ ماشي انا هطلقها، بس وعز جلالة الله لا خليها زي البيت الواقف، واللي هيقرم لها هجيبه الاسم وهعلقه من رجله لحد ما يفرق الدنيا. امشي بره. هتسيبه يعمل اللي بيقول عليه ده؟ ابنك ده احنا اللي بوظناه، احنا اللي دلعناه، كان كل ما يطلب نديله، وكل ما نديله يطلب اكتر واكتر واكتر. محتاجين بضاعة يا معلم وعايزين فلوس. عايزين اجهزة منزلية ولا محمول؟ اجهزة طبعا يا معلم. وانتوا شايفين ايه؟ الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول؟ لا يا معلم، الرأي رأيك وشور شورتك. طب ما انا مكبركم معاكم قدامي اهو، لازم تقولولي نعمل ايه؟ يا مؤاخذة معلم، احنا طول عمرنا لنا زبون في الاجهزة، والاجهزة ارشاح حلو. لا، المحمول اخف ومكسبه اسرع، وبعدين اللي بيجي معلم يشوف اجهزة بيشوف على المحمول والعكس برضه صحيح. خلاص لما نجيب نبقى نحسبها سوا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مشغول يا معلم، يجي لك وقت تاني؟ لا 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 لا، روح انتوا هاتوا البضاعة اللي انتوا عايزينها وبعدين هقعد معاكم نتحاسب مع بعض. ماشي يا معلم. يلا بالسلامة. سلام. في ايه يا لابط؟ كلمت صاحبك؟ هكلمهولك، بس قول لي المبلغ كام؟ 65,000 يا معلم، مش هتنازل عنهم. الله، انت هتتنح معايا؟ طب اطلع بره دلوقتي لما اكلمه في التليفون. ماشي، بس خلي بالك انا بشحت والشيطان قرب يلعب في دماغي. انا مالي بقى يلعب في دماغك ويلعب في عينيك؟ اديني فرصه اكلم الراجل، ولا ابعتك ليه تتفاهموا سوا؟ يلا استناني بره اطلع. ماشي يا معلم. يلا حبيبي. ايه الخط؟ ها يا زيزو، هاي موجود عندي يا سيدي، ومتعصب ومتنرفز وعينيه مطلع شرار. طب انا اعمل ايه؟ ايه؟ 65,000. طب انا ادفعهم له واصحاب الفلوس يرجعوا يدفعهم تاني، يبقوا دفعوا مرتين؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه في التليفون ده وفضال يا عمدي؟ خلاص سلام. تشرب يا معلم. مش عايز اشرب اي حاجة. الواد النطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه؟ بالراحة ليه؟ الواد غلبان ولسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش. لا مش عايز ياكل عيش ولا حاجة يا قنديل، انت فاهم كويس قوي. الافندي بيقول ان روح عند بنتي 65,000 جنيه. تعرف تقول لي لموهم منين ال 65,000 جنيه دول؟ اهو انت كده قصرت عليا. بقول لك ايه؟ نعم. هو فعلا اداها ال 65,000 جنيه؟ نديل يا نديل، خلينا نقطع عرق ونسيح دمه. عايز افهم منين الافندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشوره ما دفعش مليم ابيض، ازاي قدر يحوش 65,000 جنيه من ورايا؟ خلاص بقى يا معلم، عشان نقطع فرط ونرتاح. اسمع نديل، قول له اهبط شويه كده لحسن قسما عظما.
اخلي الواد عاصم ابني يحبسه المره دي بقى مش سرقه ولا حاجه، لا ارهاب، يعني يعيش ويموت في السجن. امر يا بركه. التليفون ده خدته منك من يومين اتنين بس، واول ما حطيت الشريحه الشركه بعتت لي رساله ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه. متبلغ ايه ومسروق ايه؟ الكلام ده مش عندي، ده فاترينا تاني يا حبيبي، عند علي مفيش الكلام ده، بشتغلش في المسروق اتكل على الله يابا. يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده وما رضيتش تديني ليه اي ورق بأمارة ما قلت لي انه جاي من بره؟ الله، طب ما هو جاي من بره يا عم، وانا عامله تحت الفاترينه ولا ايه؟ ايه البلاوي السودا اللي بتتحدف علينا دي؟ وبعدين يعني هو انا مغسل وضامن جنه؟ ايه ده بس، افهمك انا، بيجي له واحد محترم كده زي حضرتك عايز يبيع جهاز المستعمل بشتري منه ومن غير ورق، يجي واحد تاني برضه محترم زي حضرتك كده عايز يشتري الجهاز ببيعه له وبرضه من غير ورق، غلطتش انا؟ اهو طالع مسروق والحكايه بانت، اخش انا السجن بسببك؟ وبعدين بقى السجن ايه؟ ما توترنيش بحكايه السجن دي، اعمل لك ايه دلوقتي؟ تعمل لي ايه؟ تاخد تليفونك وتديني فلوسي وترجعوا الحرام اللي سرقوا منك. لا بقول لك ايه، حرام وسجن والكلام ده، بقول لك يا بركه عشان نخلص كده، عشان احنا بنلفلك مع بعض ونجيب من الاخر، لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعت لك الجهاز ده روح اشتكي يا عم. اه انت كده بتنكر، طب انا همشي من هنا حالا، اروح على اسم الموسكي اعمل لك محضر. الله يسهلك يا عم، ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ وانت يا عم صبر. الله معلم زيزو، الواد علي مش في السليم، بيشتغل في الشمال يا ريس. في الشمال؟ مش فاهم. بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة. طب وانت ايه اللي عرفك؟ الواد ده لامم شوية عيال صيع وحرامية اصحاب بكره. اصحابه ده؟ ايوه، بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبيعوها له، يبيعها للناس، يعني كده سمعة شارع عبد العزيز بتبقى زي الزفت يا ريس. اطلع عين امه بكر، روح هات الواد ده حالا. عايزه صحي؟ عايزه نايم، روح هات الواد ده. امر يا معلم. تعال. انت مزعل الحاج ليه؟ وطي على ايده بوسها دلوقتي وما تتكلمش ولا كلمه لاحسن، والله العظيم اقوم الزقك في الحيط. ومال وبوسها؟ الحاج خيره عليا وما نكلش غير غرب من الحرام. اقعد يلا. ماشي يا معلم. شفت؟ اهو رضي عنك اهو. اتكلم بقى كده بالراحه وعلى مهلك بدل ما الزقك على قفاك. 65,000 جنيه تلمهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا بهلول؟ شقايا يا معلم، من وانا شغال عالتال في الشارع لحد ما انت دخلت لي السجن. يا تلم لسانك لقطعهولك يالا. وفلوسك اللي هم شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول، تديهم لمراتك ليه زي ما تكون بتاوي قتيل؟ لا اله الا الله، مش مراتي يا معلم، يعني الحق عليا انا مش قلتهمش مع حد تاني. هي كلمة واحدة مش عايز لها تاني. سرقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلول؟ كده بانت لبيت خلاص. اسمع، الحاج مش هيدفع لك حاجه، انا اللي هدفع لك، بس مش 65,000 زي ما انت قلت. امال كام يا معلم؟ هنديل. ها اديله 10,000 جنيه. والله العظيم ما ينفع 10,000 جنيه. ايه ما ينفعش يا معلم؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش يا معلم؟ 10,000 جنيه قليل قوي يا اخويا، هديك 40 خلاص، لو اتكلمت كلمة تانية هرجع للعشرة تاني، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ السلام عليكم وحدة الصوت. اهلا. انا عايز اعمل محضر. ايه هو اتسرق منك محمول انت كمان؟ لا انا انضحك عليا واشتريت محمول وطلع مسروق. ما احنا شغالين في المحروق بتاعكو ده من الصبح. روح يا ابني، ولما تشتري محمول بعد كده ابقى اشتريه بورقه كامل. يعني ايه؟ ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر. يا ابني قلت لك روح، القانون لا يحمي المغفلين. انت كمان هتغلط فيا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصك. الله يا فتحة. تمام يا باشا. اقول لك انا يا باشا، انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر. محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع ابو عزيز. ايوه يا فندم. تعرف اسم اشتريته منه؟ طبعا يا باشا، اسمه علي. لا اسمه مش علي، اسمه عبد عزيز. عبد عزيز عبد الرحيم فضل. بس يا باشا اللي اشتريت منه كلهم المحور. كلهم يا ابني اشتروا عنده. اهي الاوان بقى ننظف الشارع من العيال الوسخه دي. اعمل لي محضر افتحه ضد عبد عزيز وبحذرك تبلغه. هات اذن يا ابو حصل، انا جوه. تمام يا باشا. اسمك ياد وبطاقتك. اسم ناصر وبطاقتي ايه؟
بطل هذا البلطجه اللي نزل مطوى يا وطي صوتك وانت يا عم شابر وطي صوتك عايز تشتغل في الشارع لسه عادي توطي صوتك عايز تشتغل في الشارع لوحدك يعني واحنا ما ناكلش عيش ولا ايه يا عم شابر مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق وانت مالك يا عم اشتغل صوتك لسه عادي وقفني البطوه فتحتهاش شوف يا علي انت عارف كويس ان تليفون صغير مني يوديك ورا الشمس بس كده مش شيك على فكرة ولا كتاب علم الادب باسم المعلم زيزو الفصل الثالث لما تكلمه تلزم الصمت تلزم ايه الصمت وتقفل صدرك لب نفسك انت كبرت علينا يا اسطى امال ايه كبرت قوي اتكلم عادل يا علي شغل الثلاث ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا ده يوسخ شارع عبد العزيز بس يا حبيبي ودول تجار واكل عيش ناس يفرموك يجيبوك على الارض انت ودكانك اه زي ما حرقوا دكانك الزم الصمت وصوتك واطي زي ما حرقوا عالي زي ما حرقوا دكانك قبل كده اصلا ماشي صف حسابك معانا ولم بضاعتك وجرودها يا اسطى وشغل المبلول والمسروق انا هعرف احاسبك عليه بعدين ماشي يا اسطى اجرد البضاعه خد يا عم فرقت لي عليها 30 مره مش عارف اسوي انا بلغت عمي